أجيال تويزة، تويزة التي أدعوكم للتصفيق لها بكل حرارة. تويزة التي أحيت جذوات كانت قد لفها الصمت ورماد السنين من خلال إثارة العديد من القضايا والمواضيع والتيمات، ومن خلال استضافة العديد من الأسماء الوازنة. لن أطيل عليكم، فجمهور يوسف زيدان قلص المسافات من عدة مدن ومن عدة جهات ومن عدة أحياء بذات البحرين ليصغي إلى هذا الهرم من أهرامات مصر في مجال الأدب، في مجال السرد، منذ شدنا بقوة بعزازيل، فردقان، حاكم جنون بن الهيثم، مجموعة قصصية غريبة جدا بعنوان غربة عرب، هكذا نكرة، النبطي، غوانتانامو، انشغالها أيضا بشعراء الصوفية المجهولون، برنامج رحلة في الذاكرة عبر الفضائيات، سلسلة حلقات أولياء الله الصالحين وانشغاله بالمتصوفة الكبار. هذه المرة يقترح علينا عنوانا، وبالمناسبة هو يعتمد دائما المكر، المكر بالمعنى الجمالي في اختيار عناوينه، الحكم على الحكماء والحكام، ثلاث كلمات تنهل من نفس المعين الاشتقاقي. ما الحكم؟ ما مضمون الحكم؟ ما سياقه؟ ما أبعاده؟ من الحكماء ومن الحكام؟ وأي علاقة يمكن أن نتمثلها بين الحكماء والحكام؟ تلكم أسئلة وأخرى خلف ظنونكم وظنونكن، سيلاحقها بالتأكيد العزيز يوسف زيدان تحت تصفيقاتكم. ماشي الحال، ماشي الحال. مساء الخير يا أساتذة. والله أنا كنت كاتب النقاط بتاعت المحاضرة، ونزلت الصبح قعدت في كافيه كده جنب الفندق وسلسلتهم، وبعدين دلوقتي ببص نسيتهم في الفندق، فاحنا وحظنا. يعني نتكلم بقى بلغة فصيحة، ستكون المحاضرة بحسب التعبير الصوفي على الفتح، يعني ما سيأتي. فبالتالي يعني إن يعني جاءت هفوة أو شيء فيبقى ما المحبة تستر زي ما بيقولوا الصعيدة في مصر. كالمعتاد قبل الحديث عن أي موضوع لابد أن نتوقف عن مفرداته لضبط دلالتها، ثم نخوض في الأمر بعدما نستوضح المعالم والحدود الدلالية لهذه اللفظة أو تلك. ولدينا هنا ثلاث مفردات: الحكم، الحكماء، الحكام. وسوف نرى من خلال المحاضرة ما هو معنى الحكم على الحكماء والحكام، ولكن نقول أولاً أن الحاكم لفظ عام لكل ذي مسؤولية أياً ما كان اسمه المتداول أو شكل منصبه أو حتى درجة هذا المنصب. فالإمبراطور حاكم، والشاهنشاه حاكم، والملك والرئيس والمدير، وحتى هنا عندكم في المغرب مناصب كده الجهة، كل من يتولى مسؤولية مؤسسة، منطقة، جماعة، دول، فهو حاكم.
بصرف النظر عن اختلاف الدلالات الخاصة بهذا الحاكم أو ذاك، لأن من مظاهر الخواء الفكري في مجتمعنا المعاصر أن يشتبك الناس حول قضايا لا محتوى حقيقي لها، فيقول أحدهم مثلا نطالب بعودة الخلافة، فنسأله يعني هل تريد أن تعود بلادنا حاشا المغرب إلى سلطان العثمانيين مثلا، هو ده آخر خليفة؟ يقول لا، الخلافة الإسلامية. فنسأله هل تقصد مثلا نظام حكم يزيد بن معاوية الذي أمر فنصبت له خيمة الشراب فوق الكعبة؟ هنا يقول أنت عندك نزعة شيعية، لماذا؟ لأنك تهاجم يزيد بن معاوية لتهاجم معاوية بن أبي سفيان، لأن معاوية بن أبي سفيان اقتنص الخلافة. كما لو كان الخلافة لفظ يفعل بذاته، فنسعى لتفهيمه أن المسلمين اصطلحوا على أن من يتولى بعد النبي هو خليفته، ثم خليفة الخليفة، ثم أطلقوا الأمر وقالوا خليفة المسلمين، هذا كل ما في الأمر. ولكن من حيث انطباق الدلالة فلا فرق إطلاقا بين الخليفة والشاهنشاه أو الإمبراطور أو الباب العالي أو، فبالتالي النزاع، وأنتم تعلمون كثير منكم يعلم أن منذ 90 عاما حدثت مآس في مصر، لأن أحدهم تجرأ وانتقد فكرة الخلافة الإسلامية وثار ضده الأزهر، وكان ما كان مما يحسن أن نطويه ولا ننشره. والخلاف أصلا فارغ المحتوى. طيب، الخليفة والأمير والمدير ومسؤول الجهة وكل هؤلاء حكام. طيب، من هم الحكماء؟ الحكمة هي نقيض البدائية. قد نظن أن الحكمة هي نقيض الجهل. صباح الصباح. والله يعني هي دي واضح انها جن التليفون حد مواظب على صلاة الفجر، بس اعتقد مع الوقت ان كل الصلوات فجر. طيب، كنا بنقول ايه؟ انا فقدت النقاط خلاص، فانتوا تساعدوني بقى. ماشي، ما عارف طبعا. العلم والعالم نقيضه او مقابله هو الجهل والجاهل. اما الحكيم فهو نقيض الجهول، وهنا فارق دقيق بين الجهل والجهالة. الجهل هو عدم العلم بالشيء، أما الجهالة فهي أخلاق عنيفة، ومنها جاءت مفردة الجاهلية. ولذلك قال النبي لأبي ذر الغفاري أنت امرئ فيك جاهلية، يعني فيك بعض الآثار العنيفة من زمن ما قبل الإسلام.
وليس بمعنى الجاهلية يعني نقيض الإسلام. وفي الواقعة المشهورة المعروفة في السيرة النبوية بحديث الذبح، عندما قال النبي لكفار قريش ومن بينهم عمه: يا معشر قريش، جئتكم بالذبح. فقال له عمه: يا محمد، ما كنت جهولا؟ قال: وأنت منهم. ما يعنيني هنا قوله هو قوله: ما كنت جهولا، يعني ليس من عادتك أن تحتد وتكون منفعل. فما هو مقابل ونقيض الحكمة؟ هو الجهالة والعنف والجاهلية بالمعنى الذي أوضحناه. هذه الكلمة الوسطى. الكلمة الأولى الحكم. الحكم طبعا كما لا يخفى عليكم يختلف عن المحاكمة. فالمحاكمة فعل يقتضي إحضار متهم بشيء ثم الدفاع عنه وسرد نقائده أو ذنوبه. ونحن لا نملك محاكمة الحكام ولا الحكماء، لأن زمانهم يعني انقضى أو مكانهم بعيدهم، ليسوا في أيدينا لنحاكمهم، ولكن يمكن أن نحكم عليهم. لماذا نحكم عليهم؟ سرت في ثقافتنا العربية المعاصرة مفاهيم تعبر عنها مفردات مثل: اذكروا محاسن موتاكم، ولها زيادة: وكفوا عن نقائصهم. وإن احتج أحدهم بهذا الحديث فقلنا له أنه حديث ضعيف فلا عبرة باعتراضنا. من التكرار أو يحدث ما أسميه الاشتهار بالتكرار. فإذا ذكرت السابقين لتصدر حكما عليهم، قال لك أحدهم: اذكروا محاسن موتاكم، وقال آخر: تلك أمة قد خلت، وهي آية قرآنية طبعا، أو يقول: فلان له ما له وعليه ما عليه. كأن ذلك يعني إذان بغلق هذه له ما له وعليه ما عليه. فكلما ذكر حاكم بالذات وتحسب الناس لإبداء الرأي فيه قطع عليهم الطريق قائل هذه العبارة: فلان له ما له وعليه ما عليه. يعني طب ما خطورة ذلك؟ يعني ما ليكن، لماذا؟ يعني ما هو الداعي وما هي الحاجة للحكم؟ ننظر أولا في ما هو الحكم. الحكم أن نقرر شيئا سلبا أو إيجابا، مع أو ضد، تقرير بصدد واقعة. والأصوليون التقطوا عبارة وتداولوها في تراثنا وفي زماننا المعاصر، تقول: الحكم على الشيء فرع من تصوره. يعني أنت تتصور الواقعة، وهذا التصور هو الأساس الذي ينطلق منه حكمك عليها. طبعا العبارة تحتاج لشيء من المراجعة، لأنه الحكم
على الشيء ليس فرعاً من تصوره فقط. مثلاً في قصيدة نزار قباني يداعب حبيبته بقوله لها: أعجبك الشاي؟ إلى آخر القصيدة: هل ترغبين ببعض الحليب؟ إلى آخره. هنا سوف تحكم هي بأنه جيد أو رديء بناء على ماذا؟ على الحساسية، الذوق. فالحكم على الشيء حتى في حياتنا اليومية: ما رأيك في هذه الأكلة؟ جميلة، رديئة، طيبة، ما بناء على ذوقها. ما رأيك في فلان؟ لطيف، طيب، بناء على ما يسمى بالديتا أو المادة المعرفية التي جلبها إليك الحس أو القياس العقلي. فالحكم على الشيء فرع لإدراكه، والإدراك فيه ما هو حسي بالحواس الخمس وفيه ما هو عقلي. فنحن نعرف مثلا أن الخير أفضل من الشر، مع أن هناك وقائع كثيرة الشر هو الذي ينتصر مثلا، ولكن العقل يقول إذا تم تعميم هذا المبدأ فتخرب الحياة. فيصبح هنا الإدراك ليس إدراكا تجريبيا إمبريقيا تطبيقيا، ولكن إدراكا عقليا، مثلما هو الحال في الرياضيات مثلا. فنحن في الرياضيات لا نعتمد على الصدق الطبيعي ولكن على الاتساق. فبالتالي الأحكام القائمة على الإدراك تشمل الإدراك الحسي والإدراك العقلي أيضا. ولكي نحكم على الحكام والحكماء لا بد من إدراكهم، وإلا وصلنا إلى الحالة التي يسميها فلاسفة الفينومونولوجيا الوضع ما بين القوسين. يعني أنا أريد أن أحكم، لماذا؟ لأن هذا يربي النزعة النقدية، هذا يجعل هناك تراكم للإدراكات وتجنب الزلات وتمجيد الأعمال العظيمة. وهضرب أمثلة تطبيقية على كلامي ده، ولكن المهم الآن هو أن هذا الحكم النابع على الإدراك لا بد له من معرفة. فإن لم تكن هذه المعرفة كافية وضعنا الحاكم أو الحكيم هذا الذي لم تتوفر عنه معلومات كافية وإدراكات دقيقة لكي نحكم عليه، هنا نتوقف ونضعه بين قوسين إلى إشعار آخر، قد يكون اكتشاف المزيد عنه أو ضبط الرواية التاريخية إن كان من مثلا شخصية طارق بن زياد. كلنا في مناهجنا الدراسية الأولى أيام كان كما قيل يعني قديما بواطن أهل الابتداء كالشمع تقبل كل نقش، فراهنت الحكومات على دمغ عقول المحكومين بصيغ معينة، بعضها القليل بريء والغالبية غير بريئة. هذا ليس اتهاما عاما، ولكن الدلائل تقول كلنا درسنا أن
طارق بن زياد جاء مع أو ساعد وهو أمازيغي أو بلغة القدماء بربري، وساهم أو شارك بالنصف في فتح جزيرة أيبيريا، والقصة كلها معروفة. فإذا نظرنا إلى اسمه وجدناه طارق، وهذا وارد أنه يكون يعني أمازيغي غير مسلم ثم دخل الإسلام، ولا تعارض بين الانتماء العرقي والعقيدة الدينية، فاتخذ نفسه اسم طارق. طيب ماذا عن أبيه زياد؟ هو لم يشهد الإسلام ولا عرف الثقافة العربية، يعني مدام الرجل أمازيغيا فبالتالي لا معنى لأن يكون أبوه اسمه زياد. الأخطر من هذا هو اللقب الليثي، وهذا في كل المصادر. طيب يعني جت منين الليث دي؟ فهو طارق ابن زياد. طيب هنا نبدأ يعني ننتبه، ولكن لم نتوقف بعد حتى تأتينا الخطبة التي درسناها أيضا في المدارس. أن النهاردة الصبح كنت أراجعها وسأقرأ منها عليكم، وأظنكم درستوها في المدارس يعني مثلنا. هذا الكلام لا أظن من واقع خبرتي بالتراث العربي أن يقال قبل الجاحظ. هذه المتانة اللغوية وهذا السبك الضخ. يا سلام، هتخش الجنة إن شاء الله. عشان اسمه طارق فلأني بتكلم عن طارق. ماشي، شوفوا بالله عليكم، يعني إزاي واحد في القرن الأول الهجري الأول وأول امبارح كان أمازيغي، وأكيد كان بيحارب مع دهية اللي هنتكلم عنها بعد شوية، وبعدين أسلم. طيب ماشي، بيكلم مين؟ مش بيكلم قبيلة غطفان ولا تغلب ولا بكر بن وائل، لا ده بيكلم أمازيغ بالعربي. فبيقول لهم شوفوا الجمال، استنوا أنا عجبني التزوير البديع. أيها الناس، أين المفر؟ البحر من خلفكم والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. فيجي المدرس يشرح لنا بقى، يقول لنا أصل طارق ابن زياد بعد ما عدى مضيق أعمدة هرقل، ده جبل طارق اللي تسمى باسمه، حرق المراكب وقال لهم انتوا حرين. طب ده معنى كده انه كان متخلف ذهنيا؟ طبعا اي قائد عسكري يقطع على نفسه طريق العودة لا يستحق اصلا انه يلحق يعني ده كم من الهزائم التي عرفها الجيوش عبر التاريخ لانقطاع طريق الامدادات عنها، فما بالك بطريق الارتداد. والحرب كر وفر. ثم أن هذه السفن لم تكن مثل يعني ملك طارق هذا ولا المسلمين، ده الكونت يوليان كان عنده مشاكل مع اللي سموه العرب لوزريق روجريدس، بقى شوف كان بيطرح ازاي بالإسباني، بس العرب سموه لزريق الرسم بتاعه. فعرض ان يساعدهم انتقاما من الملك. طيب قصة مشهورة، عشان اغتصب بنته وكده، وكان مقيم هنا في الجانب المغربي مش الإسباني الحالي. فأتاح أسطوله التجاري لينقل الغزاة أو الفاتحين إلى إسبانيا. فكيف يعني يمكن قبول أنه حرق المراكب؟
إزاي يعني؟ يعني ده يبقى خطأ عسكري استراتيجي ويبقى نوع من النهب لأموال الناس اللي هي متحالفة معاه، والقصة كلها غير منطقية. مثل بقية هذه الخطبة: واعلموا أنكم في هذه الجزيرة، قال يعني الراجل درس جغرافيا بقى، وده يعني كلوديوس بطليموس اللي قبله في اسكندرية من 1500 سنة ما قالش إن أيبيريا دي جزيرة. جزيرة إيه؟ إحنا دلوقتي بنقول شبه جزيرة أيبيريا، بس أنا مش شايفة حتى شبه جزيرة، لأن دي يعني المهم بس خلاص جرت على أنها جزيرة الأندلس. وطبعا كتب مؤرخون كثيرون على أن المغرب والجزيرة في عناوين كتبهم تعني المغرب والأندلس أو إسبانيا الحالية. هو يستعمل لفظ جزيرة، وهذا لا يجوز أيضا في هذا الوقت. واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام. لا بقى ده امرؤ القيس اللي بيتكلم فعلا. إيه الإتقان العالي ده في الصياغة، أو ما يسميه عبد القاهر الجرجاني دقة السبك وصياغة العبارة؟ وقد استقبلكم عدوكم بجيوشه وأسلحته وأقواته موفورة، وأنتم لا وزر لكم، يعني ما فيش دعم إلا سيوفكم، ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم. فلو حد تاني غير مسلم وغير عربي، حتى الأطفال يعني لو درسوا يقول لك دي ناس دخلتينها بقى. ما يعني احنا ما عندناش مؤن ولا ذخيرة ولا بتاع، احنا داخلين اللي هناخده هناكله. وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمرا ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب عن رعبها منكم. شوف فادفعوا عن أنفسكم خزلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية اللي هو رودريزوش ده ولا لوزريق ولا أي مكان اسمه. طب يا جماعة يعني قد نقبل إن الخطبة دي تجاوزا يقولها مثلا عمرو بن العاص. ليه؟ لأنه في سيرة عمرو بن العاص إشارات كتيرة على إنه بليغ قوي كان، وكان حتى عمر بن الخطاب الخليفة لما يشوف واحد متخبل في كلامه كده يقول سبحان الله من خلق هذا خلق عمرو بن العاص. وحين ننظر في الرسائل المتبادلة بين عمرو بن العاص وأهل زمانه نجد هناك ولكن هذا قرشي من قلب جزيرة العرب، فيجوز إن نسبت له مثل هذه الخطبة أن نقبلها. ولكن الأمازيغي إلى آخر طبعا النص، يعني لا أريد أن أبدل الوقت في مع أنه نص يدين قائله. شوف وقد بلغكم ما بهذه الجزيرة من الحور الحسان. ما قالش بقى هنا نشر دين الله ولا بتاع. الحور الحسان دول، ومفهوم الحور ده مفهوم متأخر على فكرة، لأن الحور والحور والبتاع هو البياض الشديد، ويعني في ناس كتير خاضت في، وكلمة حوريات مش معناها ستات حلوة بيضة يعني، لا دي ثمار بيضة إلى آخره. إنما هنا لا، هو بيحسم ما بهذه الجزيرة من الحور الحسان بنات اليونان.
إيه اللي جاب أولاً اللي كان بيسكن اللي هو مسميها الجزيرة أو منطقة إيبيريا أو الأندلس وما فوقها، ده كان جماعتين كبار القوط والونديل، ودول يعني تاريخهم ممتد يمكن 1000 سنة قبل الفتح أو الغزو أو العبور بتاع الجيش الإسلامي. فالقوط والونديل الروم اللي هم ورثت اليونان القديمة المعدلين كانوا يسموهم البرابرة، ويسموا سكان أفريقيا من الأمازيغ البربر. فإيه اللي جاب اليونان هنا؟ ولكن في منطقة المشرق العربي كان هناك فكرة إن المرأة الجميلة طبعاً مختلفة، عينيها زرقاء وشعرها أصفر، فهي من بنات اليونان. فمن أين انسرب هذا المفهوم إلى المغرب الأقصى ليمني طارق بن زياد المزعوم هذا؟ يعني لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، لأن بعض الباحثين شككوا أصلاً في وجوده وفي الوقائع المروية عنه، وأشهرهم طبعاً الواقعة أن موسى بن نصير بعد ما دخلوا قال له اسم الجيش نصين وكل واحد يجي من ناحية، فهو تأخر عثمان بن عفان مجدداً إلى عمرو بن العاص، وفتح مصر فتحاً ثانياً لأن اسكندرية العاصمة، فعزل. طب خالد بن الوليد فتح العراق وعقب فتح العراق عزل. في تاريخنا الحديث أيضا في حرب أكتوبر حدث ما يشبه ذلك بدون الخوض في التفاصيل. هذه نزعة للسلطة الغشوم، أنه إذا حقق أحدهم انتصارات باهرة خشي الحاكم من افتتان الناس بهذا الفارس الفاتح اللي
فيعزله. يقول ابن النفيس في كتاب له في أصول علم الحديث عن ما هي دلائل صدق الأخبار ودلائل الكذب فيها، فيقول: من دلائل صدق الخبر أن تحتف به قرائن كثيرة مؤيدة. يعني عندما أقرأ في فتوح البلدان للبلازوري أو لأي مؤرخ من المبكرين هذه الواقعة عن موسى بن النصير، أجد وقائع تحتف بها من في نفس المحيطة بها، يعني مؤيدة لها. ثم إنه الرجل مات يعني وهو معروف بين الناس، وابنه قتل في دمشق. أين طارق بن زياد الليثي؟ ما فيش. هنا لا يجب أن نحكم بشيء على هذه الشخصية التاريخية، وإنما نضعها بين القوسين، سواء كان حاكماً أو حكيماً. فمثلاً إذا بحثنا عن الرازي حالياً حتى في التليفونات التي بين أصابعكم، ستجد معظم المواد عن أبو بكر محمد بن زكريا الرازي الطبيب المتوفى 311 أو 313 على اختلاف. حتى إحنا مش عارفين هو مات سنة كم بالضبط، لأنه مات منزوي، الحاكم كان ضربه بكتبه على رأسه فنزل الماء في عينيه وانزوى ومات، اللي هو حرك الطب الإنساني كله. هنا الحكيم، لأنه إيه أهمية الرازي؟ كان الطب السابق على ظهور الرازي في الري ونسب إليها يتنازعه خطان. انت اسمك ايه؟ محمد. انا قلت اسمه الغازي فجاب لي الميه زي طارق ما جاب لي، احطها هنا. طب وكيف حدثت ان انا عطشان؟ سأل الله. كان هناك في الطب اتجاهان: اتجاه الكلام في النظرية الطبية، واتجاه لممارسة الخبرة السريرية أو ما يسمى صلاحا الإكلينيكية. ظل هذا التيار وذاك من أيام أبوقراط أول من كتب الطب، ومروراً بجالينوس الطبيب الشهير، حتى عصر الرازي انحسم الخلاف حول هذه النقطة. طب يعني علاج تطبيقي سريري إكلينيكي، ما فيش هنا مجال للتصورات عن الاستقصاط الأربعة والطبائع الأربعة والأمزجة الأربعة وكلام نظري. لا، علشان كده في دراسة لي عن ابن رشد، وهم يقولوا انتوا عارفين بقى المغاربة انتوا يعني بتحبوا ابن رشد قوي أكتر مننا، لا واحنا بنحبه برضه، قلت ان كتابته في الطب لا قيمة لها. الطبيب المبدع عندكم هو ابن زهر في الجزء المغربي الأندلسي ده، لأنه ابن زهر قاعد بيعالج، إنما التاني بيتصور أن الاستقصاط اللي هي العناصر الأربعة بتعمل طبائع أربعة والتوازن بينها كلام نظري. مفيش كده في الطب بعد الرازي. يعني أبو بكر محمد ابن زكريا الرازي حول
دفت علم كامل هو الطب، كيف نحكم عليه؟ طبعا أهل زمانه حكموا عليه أحكام قاسية، إن لأقوله رسالة في القول بالقدماء الخمسة. دي قصة كده طويلة، لو عايزين في الأسئلة نبقى نتعرض لها يعني. إنما عوقب حاجة ما لهاش دعوة بالعلم، بأن ضرب بكتابه هذا على رأسه حتى نزل الماء، الماء في عينيه كتركته الحاجات دي، وانزوى ومات في الظل. إنما بعده بمئة سنة هيسطع العلم في مجال الطب بشدة على يد حكيم آخر هو أبو علي ابن سينا، اللي أيضا إذا عملنا سيرش أو بحث عنه في الإنترنت هتلاقوا أكتر قضية مشغولين بيها، هل كان ملحد؟ هل كان ابن سينا يشرب الخمر؟ هل كان متدينا؟ هل كان، وينسوا الإبداع. أنا أشهد أنه ابن سينا ده واحد من عباقرة الإنسانية، وأنا كتير في الندوات وكتبت عنه رواية كمان، وكتير بس يعني بستعيد أو بستدعي عباراته عشان أعيد طرحها وأبين كيف كان هذا الرجل يفكر. طيب قلنا وإحنا بنتكلم عن حكمائه الرازي، وبعد مئة سنة ابن سينا، طبعا في آخرين، كل دول في المنطقة أو في الدائرة الخاصة بالحكمة، كيف نحكم عليهم بأثرهم في الإنسانية، بالأثر الدائم من بعدهم دواما مديدا. هؤلاء المؤثرين إيجابا في صناعة حضارة الإنسان، لأنه ما هو ابن سينا ده ترجم للاتيني بقى، أولا كلامه ده انتشر في أنحاء الأرض، وأنا قلت ذكرت كذا مرة إن أنا في جامعة سيينا في إيطاليا كان هناك معرض للكتب تسمى اصطلاحا إنكونابولا، أو اللي هي أوائل المطبوعات، الكتب الضخمة دي، ورأيت ابن سينا القانون في الطب مترجم إلى اللاتينية سنة 1575، وأبقراط وجالينوس 1592، يعني بدأوا بابن سينا. أمثال هؤلاء، ويدخل معهم يعني جمع غفير من الحكماء الذين أسهموا في الهندسة، مثل ابن الهيثم مثلا، هو عبقري. البيروني بحر زاخر، حتى أن سخاوي المستشرق الألماني نشر له بعض كتبه، يعني له عبارة كده أنه أبو الريحان البيروني هو أعظم عقلية أنجبتها الإنسانية. طبعا هو متحمس زيادة يعني، وإنما هذا لا يلغي أن البيروني كان عبقريا. هذا الرجل، كلمة بيروني تعني في لغة خوارزم منطقة شرق العالم الإسلامي آنذاك، تعني البراني أو الذي ليس من هنا أو ليس منا. لماذا؟ نكتشف ونحن نبحث في تفاصيل حياته أن البيروني كان ابنا غالبا غير شرعي، وأكيدا لم يعرف أباه، لأن بنعرف من حكايته عن نفسه أنه أحد الشعراء امتدح جده فسخر منه البيروني بقوله أنا لا أعرف أبي فكيف سأعرف جدي.
هل نحكم على البيروني وفقا لذلك؟ هذا لا يعنينا. طيب، البيروني وابن سينا كان بينهما رسائل بديعة، وكان ابن سينا هو أصغر من البيروني بسبع سنوات، ولكن كان صاحب فضل عليه، وهو من أسرة يعني مش ملكية ولا حاجة، إنما ناس حالهم يعني إيه ميسور. وساعد البيروني وذكره أبو الريحان البيروني في كتاب الآثار الباقية في مقدمته قائلا: وذلك ما نبهني إليه الشاب النابه أبو علي بن سينا. ثم اختلف، وقضية الاختلاف غريبة جدا، الكلام ده من 1000 سنة، ابن سينا متوفى 428 والبيروني متوفى 441. هل هناك إمكانية لوجود حياة أخرى على كوكب آخر غير الأرض؟ فابن سينا بيقول لا، الظروف اللي اجتمعت لاستمرار الحياة في الأرض يصعب. البيرينو بيقول له لا، ما هو المجرات كتيرة، وبعدين انت ابن سينا متأثر قوي بأرسطو، فأرسطو فابن سينا وراح عايد عليه الأسئلة، فابن سينا بعت له قال له: يا أبو الريحان أنا مش فاضي بقى. كان ساعتها ابن سينا وزير، وكان البيروني بيزور أمه، لأن هي كل عيلته يعني في خوارزم أو في أطراف خوارزم، المنطقة الشاسعة دي، والمراسلات سارية بينهم. حتى كان ابن سينا فيما روى هو عن نفسه يعني، أو روى تلميذه عنه، كان لما يجي رسالة من البيروني مع الركابيين اللي هم كانوا بينقلوا الزيت، زيت الزيتون ده، كان في زي خط بريد كده مستمر، فيديله الرسالة فيقول له: أنت ماشي إمتى؟ تقول له: بكرة. راجع يعني، يقول له: طيب قبل ما تمشي أنا هدي لك الرد. ففي آخر مرة ابن سينا قال له: أبو الريحان أنا مش فاضي بقى للكلام ده، أنا جاوبتك وخلاص. فزعل البيروني وراح قايل عبارة بلغت ابن سينا وأثرت فيه جدا، بس ما ردش عليها يعني. قال ده البيروني: ابن سينا لا يوثق بعلمه. هل نحكم على البيروني وفقا لهذا الخلاف الشخصي بينه وبين أبو علي بن سينا؟ لا، نحكم على البيروني بوصفه هو أول شخص تجاوز مسألة هل الأرض مسطحة ولا كروية، يعني لم يجد داعيا أصلا لمناقشة هذه الفكرة، يعني بقول القدماء، لأن كون الأرض مسطحة هذا قول واضح البطلان، وبناء على تصوره لحركة الأجرام السماوية وحركة الأرض ككرة في الكون استطاع أن يقيس بانكسار الظل، ظل جبل، مع أستاذه قطر الأرض بدقة عالية جدا لا تختلف كثيرا عما وصلنا أو نعرفه الآن. البيروني هو اللي كتب الجماهر في معرفة الجواهر، ويقال المتخصصين يعني إن ده أدق كتاب في الفيزياء القديمة، وانسرب إلى كل لغات الدنيا، وهو الذي كتب تفهيم لأوائل صناعة التنجيم. يعني ليس لأنه عالم كبير فهو لن يحدث إلا العلماء من، لا، وينزل ويحرص على
ما يسمى اليوم تبسيط العلوم، فيكتب التفهيم يعني بالراحة كده لأوائل بدايات المقدمات صناعة التنجيم. والتنجيم يعني علم الفلك على فكرة، عشان ما تنخدعوش عندما تجدوها في الكتب القديمة، فالمراد بها يعني كان في حاجة اسمها أسترونومي وحاجة اسمها أسترولوجي. الأسترولوجي أو الحاجات الخفية دي هي اللي احنا فاهمينها دلوقتي من كلمة التنجيم، إنما الأسترونومي ده اللي بنقول عليه الفلك. بس حتى عصر البيروني كان كلمة التنجيم أو صناعة التنجيم تعني الاسترولابات بقى الفلكية وقياسات حركة الكواكب، أو في القياس ده بيسموه الزيج والأزياج دي اللي هي بتضبط الأزمنة والمسافات. وعنده كتاب كمان عنوانه جميل جدا عن تعديل تصحيح الزمن لضبط المكان، وهي فيما أظن أول مرة كان يحصل ربط بين المكان والزمان في الفيزياء القديمة أو علم الطبيعة القديم. طبعا تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مجزولة، الآثار الباقية عن القرون الخالية، كتاب الصيدنة، وهو قصد أن يجعله الصيدنة بالنون. ليه يا بيروني؟ قال عشان الكلمة دي أصلها هندي، بس إحنا نستعمل يعني الأصح استعماله دلوقتي نقول صيدلي وصيدلية وصيدلاني، ده أقرب للعربية. إنما هو استعمل الكلمة المشتقة من علم العقاقير أو الفارماكولوجي الهندي. هذا العلم توقف مداه، متى توقف مداه؟ لم يتوقف حتى الآن. إذن عندما نقول الخالدون فينبغي أن يكون في ذهننا على هذا الحكم أمثال البيروني وأمثال ابن سينا. طب من كان معاصر البيروني من الحكام؟ رجل يسمى أو يلقب، واحد من الشباب ابتسم الناحية اليمين دي، تقريبا هو قرأ فردقان فعرف رأيي أو معرفش، سمعني قبل كده بتكلم في الحكاية دي، محمود ابن سبك تكين الغزنوي. أنا طبعا مش عايز أقول بقى مفردات يعني يرجعوا الإعلام يلتقطها ويقولوا مش عارف إيه بس شخ يعني ده بقى إيه، ناصر السنة وقامع البدعة، ماشي، ده يمين الدولة، ماشي، ده كلام بقى جامد جدا، ما دي أحكام. طيب ننظر فيه نجد إن هذا الرجل قتل بحسب كلامه هو والتقارير اللي كان بيبعتها للخليفة العباسي 1000 واحد في الهند. الهنود بقى بيقولوا لا، ده الألف دول في 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 وقعة واحدة بس اللي هي معبد سونماث، كان معبد كبير أو في هو كان كل سنة ياخد جيوشه ويطلع ينهب المعابد. فسونماث ده كان مليان ذهب، فراحوا الهنود ما عندهمش جيش، القبائل كده، فراحوا يدفعوا بأجسادهم. فعلى نهر اليانج كان يذبح ويرمي، وهو كاتب للخليفة، الكاتب بتاعه كاتب للخليفة هو باصم، والرسالة موجودة بيقول له فيها ان انا قتلت منهم 1000. الهنود بيقولوا لا والله ده هم 5 مليون. تقول لي نصر السنة، تقول لي قمع البدعة،
طيب محمود الغزنوي ده هو اللي لما اقتحم جوجانية خوارزم قال كل المعتزلة والمش عارف والإيه والعلماء هي يعدمهم ووقفهم طابور يطلعوا إيه تتضرب أعناقهم. مين في الطابور ده؟ أبو الريحان البيروني. فواحد من أمراء الدولة الغزنوية بتاعت محمود الغزنوي ده همس له كده قال له على فكرة الرجل اللي هناك ده شاطر قوي في التنجيم، هو عشان حمار البعيد فهم ان التنجيم يعني يشوف البخت، ما اصل ده جس فين يعني، ما هو ده واحد من هو صغير ابن قتله، وطبعا ما لبست دولته برضو انها انزاحت بالقتل والعنف ده، ما عمرتش كتير يعني، ومؤمن بالخرافات. ف قال له بلاش تموته، وبعدين ده عامل كتاب عن الهند وانت كل سنة بتروح ما شاء الله تنهى بالهند يعني. قال طب خلاص طلعوه وراح حطوا في السجن في غزنة، وبعد حوالي ما عارفش سنة ونص أو سنتين طلعوا وخلاه ما عايز يعمل حاشية كده في قصره زي ما كان مأمون ابن المأمون عامل في جوجانية خوارزم. كان بقى جامع ابن سينا ومسكوي وعبد الصمد ابن عبد الصمد والبيروني وناس كتير قوي، وابو سهل المسيحي الطبيب الجميل ده بتاع غنى ومنى كتاب في الطب يعني. فهو بقى عايز يبقى ايه، وبيسمع ان الامراء البويهيين عندهم في قصورهم مجالس علمية وبتاع، ففي غزنة بقى في أفغانستان عايز يعمل كده. فطبعا ما حدش اجتمع، بس البيروني عاش هناك وعاش كتير وأهدى كتاب له في الفلك والرياضيات كتاب القانون المسعودي لمسعود ابن محمود ابن سبك تكين الغزنوي. فهذا الغزنوي اللي الناهب القاتل كان أشهر شاذ جنسيا في تاريخ الإسلام. كيف؟ كتير من الخلفاء والأمراء والبتاع كان لديهم يعني ميول جنسية منحرفة ليكن، إنما محمود الغزنوي وتستطيع أن يعني تتأكدوا من ذلك في الكتب من المصادر التاريخية يعني، كان لديه شابا يعشقه اسمه إياز، فكان عامله كأنه زوجة في قصره. يعني ابن محمود الغزنوي في رواية مشهورة بيتحدث عن إياز باعتباره واحد من أفراد أسرتنا يعني. وأغلب الظن أن محمود الغزنوي هذا وإياز مات بسبب أحد الأمراض السرية التي أصيب فيها معا. يعني هذا محمود الغزنوي وهذا البيروني متعاصرين من الذي أعليناه؟ ناصر السنة وقمع البدعة. هل يوجد في أي مقرر دراسي عربي للمراحل الابتدائية أو الثانوية نصوص للبيروني؟ يبقى كيف نحكم؟ نحن في حالة خلط، لا نعرف من هم العلامات الحقيقية في تراثنا وننتظر أن نتقدم، لأنه أهمية البيروني وابن سينا وابن النفيس وابن الهيثم وابن البناء المراكشي كيف كانوا يفكرون؟ مش مسألة إن هو إن ابن النفيس اكتشف الدورة الدموية، إنه الرازي فرق بين الجدري والحصبة، إن الاكتشافات دي تأتي في طريق السعي المعرفي، إنما جوهر المعرفة هو المنهج. شوفوا دي عبارة لابن الهيثم. ابن الهيثم طبعا ده مؤسس علم كامل
وطلعوا عينه برضه واضطر ادعاء الجنون، وانا عارفين كاتب عنه جوايا بس يعني ان شاء الله تتطبع بشكل كويس، اسمها حاكم. المهم كتابه اللي بيأسس فيه علم كامل بيقول ايه في مقدمته؟ ده النص اللي انا بقول لازم يبقى مقرر دراسي، وبقى لي يمكن 20 سنة بقول نفس الكلام. نبتدئ البحث، يعني لما نيجي نشتغل في العلم وفي مجال الإبصار أو اللي هيسموه دلوقتي الأوبتكس، يعني نبتدئ البحث باستقراء الموجودات، يعني نشوف وتصفح أحوال المبصرات ونحدد بالاستقراء ما يصلح منها للبحث. مش نحدد بالاستنباط، لا بالاستقراء. يعني زي ما بيقول المنهج التجريبي بالضبط عند فرانسيس بيكون، ان احنا نحدد موضوعات دراستنا مش بناء على تصورات ذهنية، لا على بناء على ما هو في الواقع فعلا وما هو مضطرد. بقية عبارة ابن الهيثم، وما هو مضطرد لا يتغير وظاهر لا يشتبه من كيفية الإحساس. ما هو عايز يضبط كيف يتم الإبصار. ثم نرتقي في البحث والمقاييس على التدريج والترتيب ومع انتقاد المقدمات. يعني لازم نعيد نظر، عشان كده امبارح ولا اول امبارح كنت بقول لهم، لا بقول لكم لابد من إعادة النظر في المفاهيم الكبرى، ما دي المقدمات بتاعت التفكير. ما هو لو فضلنا او ظللنا لا نراجع هذه التصورات سوف تتكرر الأخطاء الى ما لا نهاية. هذا كلام ابن الهيثم من 1000 سنة. مع انتقاد المقدمات والتحفظ في النتائج، ونجعل غرضنا في جميع ما نستقرئه ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع الهوى، ونتحرى في سائر ما نميزه وننتقده طلب الحق لا الميل مع الآراء. مش مثلا لا ما أرسطو قال كده فخلاص يبقى ناخد، لا ماشي أرسطو قال عنا ورسنا وكل في زمانهم يعني، بس خليها على جنب لحد ما نبحث النقطة دي ونشوف. فلعلنا ننتهي بهذا الطريق إلى الحق الذي به يسلج الصدر. هذه العبارة وغيرها من فصوص النصوص التي صاغها لنا قبل مئات السنين حكماء هي التي ينبغي أن يكون حكمنا عليهم بالتقدير والحفاوة والاحتفاء، ليس قطز وببرس وصلاح الدين ومحمود الغزناوي وماما السفاحين. لأنك لو وضعت أمام الأجيال في توالدها هذه الصورة، صورة طارق بن زياد، هيا الحسان بنات اليونان، يلا ما ده ما فيش ولا كلمة عن لا إله إلا الله ولا نشر الإسلام، ده هناكل ونشرب وبنات اليونان. ولا التاني اللي بيقتل هو بيقول مليون مسكين مليون، بس هما بيقولوا 5، ولحد دلوقتي الهنود يكرهوا المسلمين الهندوس، واحنا نقول هم ليه واخدين مننا الموقف العدائي ده؟ ايوه يا عم، عشان في غلب موروث، هم بيدرسوه ده تاريخهم. ومأساة معبد ثونماس دي انا ما قدرتش اخد فيها، ده حاجه يعني النهر اليانج ده قعد مش عارف 2 3 شهر لونه احمر، ايه ده؟ وبعدين ده اللي احنا نحتفل بيه؟ طبيعي تطلع من عندنا داعش. ما انت بتقول للعيال الصغيرة ان نصر السنة وقمع البدعة، اللهم صل يعني صلاة النبي عليه، ده مجرم. قس على هذا بقى صقر قريش
عبد الرحمن الداخل أكتر واحد متخصص في الحضارة الأندلسية أعرفه يعني بعد الدكتور محمد عبد الله عنان كان الدكتور محمود علي مكي، واستضافته لعمل موجز لتاريخ الأندلس عبر مجموعة محاضرات، والتزمت كنت أدير اللقاءات يعني، والتزمت طول فترة الجلسات دي بالصمت على أمل أني سأناقشه في نهاية الأمر. وفي آخر يوم بعد ما خلص قلت له أنا شايف أنه عبد الرحمن الداخل طبعاً مأزوم وهربان طبعاً من عصف شديد وأخوت قتل قدامه ماشي كل ده ما، وعبر إلى الأندلس ما قتلش بقى لو قوط ولا وندال ولا مسيحيين، ده قتل مسلمين عرب بقى وأمازيغ عدتهم في دراسة اللي اسمها الأفق الأندلسي 100 بحسب المذكور في مصادره هو 124,000 بني آدم مسلم سني. فقلت له ده مجرم، قال لي لا أصل دي طبيعة العصر ودي برضو حجة بيوقفونا بيها المخدوعين أو الخبثاء عن إصدار الأحكام، يقول لك لا تنسى أن هذه طبيعة العصر. طب يا سيدي ما هو عصر الغزنوي هو عصر البيروني، وابن سينا ده اللي كان بيجيب العبيد يشتريهم ويعتقهم ما هو معاصر برضو، وصلاح الدين الناصر ده الناصر للخليفة الفاطمي كان معاصر للسهروردي الشيخ الإشراقي، وفي نفس العصر كان جلال الدين الرومي بقى وابن عربي، فشمعنا يعني بناخد ده هو ده طبيعة العصر ودول مش طبيعة العصر، ده دول اللي أثرهم ممتد في الإنسانية وفي مجتمعهم أكتر. إذن لو لم نمتلك القدرة النقدية على إصدار أحكام صائبة بشأن تاريخنا فلن نرى الواقع، وإذا لم نعرف المعيار الذي به نحكم على الشخصيات التاريخية وهو على كل حال معيار بسيط، الحكيم ننظر في منهجه وإبداعاته العلمية وأثره بعد وفاته، الحاكم ننظر في اللحظة التي تولى فيها إلى اللحظة التي تخلى فيها أو قتل أو مات أو وما حدث فيها، فإن كانت ويلات وقتل وتخريب فهذا لا يستحق أي تقدير، لكننا نفعل العكس ونشوش على الوقائع التاريخية لنعجز أصلاً عن إصدار الأحكام. يعني لم نحن في مصر وما شرقها من بلاد العرب لم نسمع أبداً عن الكاهنة دهية. عارفين إنه الفتوح خرجت بعد فتح الإسكندرية الثاني إلى برقة أو المدن الخمس الغربية على عمرو بن العاص، وباع الأطفال لسداد الجزية، ودي مسألة أنا مش مسامح عليها يعني. وبعدين جه حسان بن النعمان وتحارب مع، أنتوا أكيد درستوا الكلام ده عشان ده تاريخ المغرب، كسيلة لو أكسيلة يعني، فلما قتله المسلمون قامت دهية الملقبة في المصادر العربية بالكاهنة وهو لقب غير بريء، والمشهور عنها أنها كانت يهودية، وهذا قول غير صحيح. ليه؟ اليهودية صحيح أنها فرت إلى ساحل أفريقيا ووصلت المغرب، ولكن بعد المقتلة الكبرى التي حدثت سنة 628
في فلسطين والشام بعد وجوع صليب الصلبات. هذه قصة طويلة، إنما يعني المسيحيين قاموا، ما هو فكرة الردة الناس فكرها مفهوم إسلامي، لا ده هو بدأ من المسيحية. لا، لما جم قالوا الهرقل دلوقتي اليهودية كانت ديانة صحيحة طبعا وكل حاجة لحد ما المسيح ظهر، فما فيش معنى ان يبقى في دلوقتي حد يهودي. طب عايزين ايه يا قساوسة؟ عايزين يا يدخل المسيحية يموت. فهرب جماعات، وكانت مقتلة عظيمة يعني تكلم عنها كتير من المؤرخين. فهرب جماعات يهودية كبيرة، بعضها استقر في الجبل الأخضر في ليبيا، وبعضها في تونس، وبعضها وصل إلى حواف المغرب، وبعضها عبر إلى الأندلس. في هذا السياق التاريخي لم تكن اليهودية قد دخلت إلى منطقة أوراس ولا الصحراء، إنما الشاهد من الشواهد التاريخية والواضح أن هذه المرأة قامت بتوحيد لأول مرة كل القبائل الأمازيغية تحت راية واحدة. هزمت بهذه الراية قبل المسلمين الروم، فلقبت بالكاهنة. الكاهنة عند المسلمين طبعا وفي النصوص العربية، الكاهنة تحيل إلى العقيدة والديانة، بحيث يكون فيه إشارة إلى أن هؤلاء مسلمين وهذه وثنية. ثم في مستوى آخر اتهمها باليهودية، مع أن الديانة اليهودية لم تكن متوغلة يعني في القبائل دي، ولا تسمح أصلا بولاية المرأة. ثم يضعون الكلام في شكل أسطوري، فإنها تولت وهي في 95 من عمرها، وكانت فارسة تركب الخيل وتدور على القبائل، ووحدت سنهاجة بقى ولواتا والقبائل اللي كانت إزاي عم. فهنا نضع الكاهنة دي هي بين قوسين، لأن المادة المتوفرة عنها غير مقنعة وغير كافية، ولا نصدر حكما، ونصدر حكما بحقارة السفاحين الذين عربدوا في تاريخنا وقتلوا الناس ليحكموا. ونمجد ونحترم المفكرين والعلماء والحكماء الذين أضافوا إلى زمانهم وإلى الإنسانية. بهذا الحكم يمكن أن تتطور العقلية الجمعية للعرب أو من يقرؤون يعني بالعربية، وبغير ذلك نحن نضيع وقتنا سدى. كفاية كده ولا ايه؟ شكرا. هتعمل أسئلة؟ خد نفسك، يمكنك أن ترشف قليلا من قهوتك أستاذ أيمن. هو احنا بدأنا الساعة كام؟ يعني انا بقالي ساعة وربع بتكلم، مش حد يقول لي طيب؟ انا نسيت الوقت والله. خد فنجان القهوة بانتظارك. مش هينفع، انا ما بشربش قهوة لو انا بدخن. ما عندكش مانع؟ انتوا عندكم مانع ادخن؟ ايه ده كلهم موافقين؟ يا سلام، الله يبارك فيك. طبعا سنمهل على فكرة الأسئلة اللي هي الجزء القادم، أنا بهتم بيه جدا وبعتبر ماشي ماشي إنه
الإجابة ولا تترددوا ولا قاعد معاكم. أنتوا جاي من بعيد وأنا جاي من بعيد، فلا يعني تترددوا في الله يرضى عليك يا طارق. شكرا شكرا. ايوه اقعد بقى. ايه اتكلم كده وامدح المحاضره وقلت كانت جميله وعلى ما شاء الله. والله انا سامهلك يعني فسحه ان ناخذ من الوقت ما يكفي. انت الان تجاوزت اختصاصي وانا اقبل ذلك بصدر رحب احتراما لك، وأعطيت القاعة حقها المطلق في أن تسأل ما تشاء وأن تبقى هنا إلى أي وقت تشاء وأنت تتحمل المسؤولية أنت والجمهور. أنا ماليش دعوة مع إدارة الـ الـ هو في حاجة الـ بعدنا؟ الـ لا طيب خلاص. أنت أول ما الناس تزهق نمشي في مقابلة المغرب بالبوست تاسعة تاسعة المغرب ومصر. اه دي مكيدة والله. طب اسمعني ده ايه المنتخب الاولمبي شباب فتيان وزياش ده هيلعب؟ لا لا الشباب. انا فريق الشباب. في واحد اسمه زياش حبة المشماش عجبني قوي. ما تشعل. تفضل. لا ما تشعل السجارة. مشغول. خذ من الأنفاس ما يكفيك. طبعا غدا سيكون لنا لقاء مع شاعرنا أدونيس في نفس الوقت، وسنسعد أيضا بلحظة جميلة. أريد فقط أن أؤكد على أن أهم مكسب لتجربة تويزا وأهم دعامة من دعامات نجاح هذه التظاهرات بكل صدق وبدون مجاملة وهذا الجمهور الأنيق الذي يستحق أن نصفق له بحرارة. والله جمهور يتحمل هذا القيد ويتحمل الحضور من مسافات بعيدة ويصيخ السمع لأستاذنا وهو كما تعلمون يطنب في التفاصيل وملاحقة الجزئيات، ومع ذلك الكل يصغي باهتمام وبشغف ويدون ويسجل. يا عزيزي ما بحوزتي من الكلمات كاد أن ينضب، امتص سيجارتك رجاء لنفسح المجال للقاعة. طيب إذن ماذا تفضل؟ أن تجيب على كل سؤال؟ سؤال بسؤال. خلاص إذن عزيزي طارق وينك؟ تحكم يا أخي أنت في القاعة. اللي طلب الكلمة ولا يتعاقب ذكران. لا 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 اسمع يا طارق كده مرة كده لا يتعاقب ذكران. ذكر وأنت ذكر وأنت عشان العدل. فرجل وامرأتان بس نبدأ. خلاص اللي يعجبك اللي يعجبك. لا انت 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 اللي يعجبك. انا خلاص ساستريح قليلا. تفضل. مساء النور حضور الكريم. مساء النور دكتور يوسف زيدان. آخر لقاء كان لنا قبل 7 سنوات بالكويت وحظيت بإمضاء لك على فقه الحب. أنا جدا ممتن لك. أغتنم الفرصة طبعا في الامتنان للمؤسسة مؤسسة مهرجان متوسطي الثقافة الأمازيغية بطنجة الجودة للضيوف الكرام، وبالموازاة أغتنم الفرصة وأنا أعلم يعني كمفكر نادرا أو قليلا ما يتوقف ليمتن لك على ما تقدمه للفكر الإنساني. أنا واحد من المتسائلين الوجوديين الذين غنموا من إصداراتك ومن مداخلاتك
عبر يعني السنوات الماضية منذ أن كنت محققا في المخطوطات بمكتبة الإسكندرية إلى يومنا هذا من خلال الروايات والكتب. فجدا جدا ممتن لك دكتور يوسف زيدان على هذا العطاء يعني الغزير. بالموازاة لعلك أشرت إلى ملكة في التحليل والتركيب والحكم بشكل أكثر اتساعا وبوعي أكثر انفتاحا على الحكام والحكماء في تاريخنا العربي الإسلامي الأمازيغي وغير الأمازيغ وغيره بطبيعة الحال وجودي بصفة عامة كبشر نحيا في هذه الحقبة الزمنية. سؤالي لك في سياق وفي خضم استلاب المعرفي الثقافي التي تقوم به وسائل الإعلام الممنهجة وغير الممنهجة وخصوصا يعني وسائل التواصل الاجتماعي الساحبة للفكر البشري حاليا، وصفة أو معادلة لتفعيل ملكة التحليل والتركيب لدى النشأ الذي يعاني معه المربون أيما معاناة. ممتن لك جدا. والله شوف أنا سئلت عن هذا وأجبت سابقا عليه. الطريق الصحيح هو إصلاح التعليم لتربية النزعة النقدية، ولكن هذا يستغرق وقتا، فالبديل العاجل الذي لا يلغي الحل الأساسي هو التثقيف العام واستعمال الأدوات اللي تفضلت بذكرها، القنوات التلفزيونية والسوشيال ميديا أو الفيسبوك لأغراض معرفية، وهذا تم تجربته ونجح. أنت تقول أنك يعني تتابعني من زمن، فلعلك تذكر أنه في وقت يعني اهتزاز مؤسسات الدولة في مصر بسبب ثورة يناير والتعطل الكامل لوزارة الثقافة، وكنت أقوم تقريبا بمحاضرات يومية وصالونات سيد الصاوي في القاهرة والإسكندرية والمسابقات الفكرية التي يعني أضع وأعطي كل شهر جائزة 3000 جنيه كانوا مبلغ كويس يعني للفائز ليشتري بها كتبا مدعومة بخصم 50% ليكون مكتبته الخاصة كل ده فرد واحد وعبر نفس الوسائل اللي احنا بنشكو منها انها بتؤدي الى التفاهة والسطحية، طب ما ايضا تؤدي الى عكس ذلك، يعني المهم كيف نستعملها. وانا لا غضارة عندي في ان يكون هناك مقدار من التفاهة في حياة الناس، يعني ما هو ساعة وساعة يا حنظلة، انما لا تكون كل الساعات تافهة ولا كل الساعات سطحية، لا بأس يعني ثم ان الفكر والفن الحقيقي يعني يعني ليس منفرا، بالعكس يعني علينا تربية الذوق الجمالي، تربية القدرة على النقد والتفكير، تشجيع القراءة وتبيين للنشأ ان الفارق بين المتحضر وغير المتحضر هو أنه قارئ وغير قارئ، مفاهيم بسيطة جدا وتكاد تكون بديهية. فبدلا من الشكوى والأنين والانشغال بقضايا لا معنى لها، وهي يعني 99% من القضايا المطروحة على الساحة العامة في البلاد العربية، ومش عارف مين المغني اللي اغتصب بيت، لا هو ما اغتصبهاش، هو أنا معرفوش وعمري ما سمعته، بس فوجئت خلال الفترة ايه كم الاهتمام ده. انا ما اعرفش، ما بحكمش عليه ولا اعرف التفاصيل، بس اللي لفت نظري هو كم الانشغال الجمعي بقضية يعني فرعية جدا كهذه. بس فنفس يعني عارف ابن واس شاعر طبعا معروف وقليل الأدب بس ابن قتيبة الدينوري في كتاب الشعر والشعراء بيقول
أنا ما بحبش اللي يسألني إيه أشعر بيت قالته العرب، بس يعني لو ضروري أجاوب هقول بيت أبو نواس. دع عنك لومي فإن اللوم إغراءه. النص الثاني بقى هو الإجابة على سؤال. وداوني بالتي كانت هي الداء. أنت بتشتكي إنه السوشيال ميديا أو بتعمل تفاهة، طب ما نفس السوشيال ميديا دي ممكن تعمل ذوق فني وأشياء جميلة وفكر وحصل فعلا. مش أنا بقول لك تصورات نظرية، أنا بقول لك على الأشياء أنا قمت بيها فعلا. بس تحية لضيفنا الكريم وتحية لإدارة المهرجان على اللقاءات المميزة اللي كتقدمها لنا دايما كل سنة، وإحنا سعيدين نكونوا حاضرين في هذه اللقاءات. سؤالي للأستاذ المفكر زيدان، عفوا، هو جاء في مداخلتكم أنك أثنيت كثيرا على الحكماء على حساب الحكام، وهذا شيء جيد، لكن من وجهة يعني الفكرة اللي حابة أنا أطرحها عليك أنه الحكام ألم يكونوا مؤثرين أو متأثرين بالحكماء؟ يعني الحكام كأنه هناك نوع من الظلم على الحكام، كيفما كان الحال هناك كثير من المفكرين والحكماء والفلاسفة لا زلنا نقرأ لهم لحد الآن أثروا في الحكام وأثروا في توجهاتهم، درسوا طبائع البشر وعرفوا كيف على القائد أن يقود وكيف يحارب وكيف يقوم بالسلم. فبالتالي لازلنا نقرأ لميكيافيلي، لازلنا نقرأ لغوستاف لوبون، لازلنا نقرأ لابن خلدون. ألم يؤثر هذه الحكماء والفلاسفة الذين لازلنا نناقش أفكارهم لحد الآن على الحكام، أم أن هناك أفضلية للحكماء لأنهم بقوا في بروجهم المعرفية العاجية، فعلينا أن ننظر لهم بمرتبة أعلى، بينما الحكام الذين طبقوا نظريات الحكماء لأنهم مارسوها على أرض الواقع عليهم علينا أن نكون أشداء معهم؟ أليس هناك نوع من الإجحاف نوعا ما؟ طيب أنا أقبل طرحك أو زاوية النظر دي، ولكن أسألك اديني حاكم في تاريخنا المشترك طبق أو انعكس في سلوكه فكر أحد الحكماء. إحنا نعرف إنه ابن المقفع عمل كتابين مشهورين طبعا، الأدب الكبير والأدب الصغير، وعمل لنا كليلة ودمنا. ليه؟ عشان يقول للحاكم بشكل لطيف ورمزي انه كذا، كانت ايه النتيجة؟ قتل. طيب لما نشوف أمثلة فعلية، صلاح الدين الأيوبي كان معاصر للسهروردي، وانا لسه كنت بقول لحد امبارح انا ما عنديش موقف من صلاح الدين الايوبي شخصي، بس انا مش مسامحه على قتله للسهروردي، لانه بعتوا له رساله الفقهاء من حلب في واحد عقدته فاسده، فراح بعت على ظهر الرساله يقتل لوقته. انا موقن بان اظفر اصبع قدم شهاب الدين السهروردي كانسان برقبه صلاح الدين الأيوبي. ليه؟ لأنه شهاب الدين السهروردي قدم لنا فلسفة تسمى الفلسفة الإشراقية أو النورانية، وهذا الرجل قتل 700,000 شخص مسلم، فلا مجال أصلا للمقارنة بين الحكام والحكماء في تاريخنا. صحيح أنه بعض الحكام كانوا أكثر عقلا واتزانا، ما هو مأمون ابن المأمون ده كان أمير حاكم، وكان عنده 70 عالم في قصره ويسكنوا يعني في جرجانية خوارزم اللي هي عاصمة بشكل دائم. ولا أظن أنه في تاريخ الإنسانية اجتمع هذا الكم من قمم العلم. بقول لك البيروني وابن سينا وابن مسكوي وفي كل المجالات وابو سهل المسيحي وعبد الصمد ابن عبد الصمد، شوفي اسمائهم
وده كان في والوزير بتاعه ايضا كان حكيم وفيلسوف. فانا مش ضده ده، انا ضد الذي قتل، وضد ان يعمم بطولة بدل بطلان السفاحين، والا يعني سوف ينبت العنف عنفا ولا ننتهي وتغيب الحكمة. هذا هو مقصدي فقط. إنما أسعد الله مساكم جميعا بكل خير. بداية أجدد الترحاب بكم الأستاذ يوسف زيدان ضيفا عزيزا وبين أهلك وأحبابك هنا في طنجة وفي وطنك وبلدك الثاني المغرب، وشكرا لك على تقاسمك معنا هذه الإضاءات المنيرة والمفيدة والتنويرية كذلك. سجلت مجموعة من الملاحظات والنقاط ولكن سأركز على سؤال واحد في الحقيقة. سؤالي يتمحور حول رأيك أو موقفك الصريح، وإحنا عيدنا فيك الصراحة والشجاعة في التعبير عن الرأي، من شخصيتين يمكن اعتبارهما من الحكماء بين مزدوجتين بينهما نوع من التعالق على كل حال أو نوع من الائتلاف رغم بعد المسافة التاريخية بينهما، هما ابن رشد ومحمد عابد الجابري. محمد علي؟ محمد عابد الجابري جابري. محمد عابد الجابري أربط بيناتهم لأن تأثير ابن رشد في محمد عابد الجابري وتفسيرات كذلك التي قام بها محمد عابد الجابري لكتب ابن رشد. ده سؤال ولا السؤال؟ لا مازال 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 سؤال مازال سؤال. السؤال في الحقيقة هو استدعته إشارتك إلى ابن رشد أثناء عرضك للمحاضرة. قلت على أن ما هو رأيكم بكل صراحة وموقفكم من هاتين الشخصيتين، خصوصا هناك من يقول على أن الأستاذ يوسف زيدان مفاتئ أن يعبر عن آرائه بين المزدوجتين المنتقصة للاجتهادات الفكرية والتنويرية والاجتهادية لهاتين الشخصيتين، بل إن هذا الانتقاص يطال حتى كل ما يأتي من جهة المغرب نحو الشرق. وشكرا لكم على حسن الإصغاء. ده مش إصبع ديناميت واحد. يظنون أنني أتخذ مواقف شخصية من بعض الشخصيات التاريخية أو المعاصرة، وهذا غير صحيح، لكن أنا أبتعد عن الصورة النمطية المعتادة التي يتم تجويدها. ابن رشد أنا ليه ابتسمت لأن أنا أذكر أنه عرضت رأيي، ما كنتش عارف طبعا أن ابن رشد معبود المغاربة، فأنا بقى ابنية صافية بقول رأيي في ابن رشد في مؤتمر في الرباط، وبقول اللي أنا هقوله لكم دلوقتي بنية عادية. بصيت لقيت كل الأساتذة بحلقوا، ولولا وجود الدكتور عبد الهادي التازي في الجلسة وهم يعني راعوا عشان هو أستاذهم وكده كانوا التهموني. بصوا يا جماعة، أولا ابن رشد لا يخصكم أكثر مما يخصنا، هذا تراث واحد، وكتب ابن رشد التي نعرفها طبعت في مصر وليس في المغرب، مش كده؟ طيب بعث فكر ابن رشد لم يتم لا في المغرب ولا في إسبانيا ولا في الجزائر ولا في تونس، هو بعث في مصر لما تنازع العلمانيين
ممثلين في التيار الممتد منذ القرن أواخر القرن 19، شبل شميل ثم فرح أنطون، مرورا ب أو ابتداء من أنطوان مراش، وعند فرح أنطون وكيدا في الإسلاميين وفي صديقه الذي جاء معه من الشام إلى مصر، وثم خرجت من عباءته بعد ذلك جماعة الإخوان المسلمين وهو محمد رشيد رضا، كتب نكاية فيه كتاب فلسفة ابن رشد، يقول فيه إنه إحنا تخلينا عن ابن رشد فتخلفنا، وأوروبا اهتمت بابن رشد فتقدمت، وهذه مغالطة شنيعة. فبالتالي يعني لازم يعني نصحح منظورنا ده بأنه ابن رشد يخص المغرب مش يخص مصر، فلو أنا انتقدته يبقى أنا بنتقد. لا، مسألة مش كده خالص، هذا تراثنا المشترك. ما الذي فعله ابن رشد بالضبط؟ دعونا نرجع قبل ابن رشد بمئة سنة ثم نتقدم إليه. الفكر العربي في المغرب والأندلس كان في أواخر القرن الخامس الهجري يشق طريقا خاصا يغلب عليه التصوف الفلسفي والتأصيل الفكري الذي رأيناه في كتابات ابن باجة، ابن طفيل. ابن طفيل هو الجيل السابق على ابن رشد مباشرة. ولما أبو يوسف يعقوب المنصور طلب من ابن رشد تلخيص كتب أرسطو لتخفيف النزعة التعصبية عند الفقهاء المالكية، اعتذر بكبر سنه. هذا ما قاله للأمير، إنما نحن وقد نظرنا في كتبه ابن طفيل ده أول عرض تفصيلي لنظرية التطور. صحيح إن إخوان الصفا أشاروا إليها من بعيد وبعض الآراء، ولكن ابن رشد ابن طفيل وصف تطور الكائن الحي من البرمائيات إلى الحيوان إلى الإنسان مرورا بالنبات. طبعا هنا كان الفكر في المغرب والأندلس يتجه إلى تأسيس منظومة معرفية خاصة بنا، وظهرت متجلية بقوة في كتابات وفكر فيلسوف ومتصوف أندلسي مغاربي يعني بديع، هو محمد ابن عبد الحق ابن سبعين، وأظن أن أنا عملت عنه حلقات أو شيء موجود في اليوتيوب، يعني المادة متوفرة عنه. بس تشوف العظمة الفكرية لهذا. هؤلاء كانوا يؤسسون المنظومة المعرفية الخاصة بنا. أما ابن رشد واستجابة لطلب سلطوي أعاد الفكر في زمنه إلى الأصول الأرسطية التي كان قد تم تجاوزها فعلا، فهو مش تقدمي هو ارتدادي. والكل هنا وفي مصر وسوريا معجب ب يقولون كتاب ابن رشد فصل المقال، والعنوان الكامل كما نعلم فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة، الحكمة اللي هي الفلسفة يعني، من الاتصال. هذه يا سادة فتوى شرعية، هي ليست جهدا فلسفيا، وليس من الفلسفة ولا الحكمة ولا المنطق
أن نقول أن الحقيقة واحدة لها جانب شرعي وجانب فلسفي. هذا كلام يعني يرضي مستفتي قليل العلم. لا، الفلسفة منطق، والشريعة إيمان، وشتان بين هذا وذاك. فأنا عارف إن رأيي ده، بس ده مش معناه إن أنا بنكر ابن رشد ولا أنكر عليه يعني أهميته، لا هو مهم طبعا. بس لعلكم تذكروا في إحدى حلقات رحق الكتب أنا أتيت بكتب ابن رشد أبو الوليد وكتب ابن تيمية، وكنت أقرأ للمذيع عبارة وأقول له من قال ذلك؟ يقول لي ابن رشد طبعا، أقول له لا ده ابن تيمية. وبعدها أقرأ عبارة أخرى يقول لي طيب ده ابن تيمية طبعا، ده متشدد جدا، أقول له لا ده ابن رشد. وخليهم يظهروا الصفحة على الشاشة. يعني أنت خدت فكرة غير صحيحة وتصورت أنه أوروبا اهتمت بابن رشد فتقدمت، وإحنا تخلينا عن ابن رشد فتخلفنا. الكلام ده مش مظبوط. أما محمد عبد الجابري وأنا التقيت بيه مرة واحدة، إمتى؟ أظن 2007 أو 2008 حاجة كده، وتحدثنا طويلا. إنما في مناقشاته مع الدكتور حسن حنفي، هو كما تعلم يقسم التراث تقسيمات وهمية إلى جانب برهاني وجانب عرفاني وجانب مش نعم اللغوي. فأنا كان رأيي اللي نشرته من سنوات يعني طويلة، مندفعا برضو بحماس الشباب، لأن في الوقت ده ما ظنش كان عندي يعني لم أكون قد بلغت 30 من عمري، وطبيعي أن يبقى في حماس زائد في هذه المرحلة. وقلت أنه حسن حنفي والجبري في حوارهم حوار المشرق والمغرب ده كلام فاضي. ليه؟ من دفاع الشباب بقول لأنه ده بيتكلم عن التراث وده بيتكلم عن التراث، وده بيختلف مع ده في التراث، وده بينقد ده في التراث، وأصلا ما فيش ولا مخطوطة في مراجعهم ولا مصادرهم. طيب إحنا عندنا 95% من التراث العربي مخطوط لم ينشر، فأنتوا بتتخنقوا على إيه؟ على الجزء المتداول المعروف؟ لا. ثم إنه الأستاذ الجبري طبعا أستاذ كبير ما فيش شك، بس يعني لما يقول برهاني وعرفاني وبياني فنقول له طيب جابر بن حيان ده يتحط فين؟ جابر بن حيان كيميائي معروف طبعا، إنما مؤمن بأنه الأئمة اللي هم الشيعة يعني لا يخطئوا أبدا، وإن من وسائل الاستدلال عنده ما يقوله الإمام. طيب يبقى جابر بن حيان عرفاني ولا علماني ولا ايه بالظبط؟ الكلام ده فيه اختلاط هنا. طب ابن سينا كان عنده شغف بالعلم طبعا، بس بحاجتين تانيين، الواين انتوا بتسموه ايه؟ فان عارفين النبيذ يعني، والنساء. خلاص بيقول لك يعني ما انا عشان انام لازم اشرب يعني كاسين وبعدين يقوم يصلي، وبعدين ينكر الحشر الجسماني، وبعدين يبدع في تحليل الاعمال او الحالات النفسيه. ويقول لك لما تدرس حاجه، العباره المشهوره دايما بكررها على أسمع الشباب يعني لما يتكلم عن المرض السوداوي اللي هو الجنون السوداوي المالينخوليا، يبدأ كده في القانون: قد زعم البعض أن هذا المرض إنما يقع عن الجن، ونحن
من حيث نتعلم الطب لا يعنينا إن كان ذلك عن جن أو غير جن، بل نبحث في سببه القريب. طيب هدى عرفاني وعلماني وكتب القصيدة العينية في النفس، إزاي أنا هفسخه كده وفقا لتقسيمات الأستاذ الجبري؟ ما أقدرش. بس يعني دي الإجابة مختصرة. تفضل. مساء الخير. حقيقة أريد أن أقوم صوتي بصوت أستاذة في الحديث قبل قليل بخصوص بعض الملاحظات حول ما تقدمتم به. أنا مثلا سأكون أسرة أدفع قاطرة أنا عارف هي جميلة تحت الحقيقة أتابع ما تقدمونه من نفذ الغبار حول جوانب مخفية من صور بعض من نسميهم الزعماء أو وجوه القوة في التاريخ العربي الإسلامي، وهو أمر طبعا محمود، ولكن مما تحفظ عليه أو ما أريد أن أسألكم فيه بخصوص الحكم الذي تقدمونه بخصوص هذه الجوانب المخفية بخصوص هذه الشخصيات التي أغلبها تنتمي إلى فئة الحكام وتكشفون الستارة على تستمر عن بعض جوانب الوحشية، ولكن في الحكم غالبا ما تميلون إلى تجريمه وتعتبرونه إلى إيه؟ باعتباره مجرمين. لا، اللي قتل بنقول عليه سفاح. طبعا طبعا، ولكن أريد أن أناقشكم في هذا الحكم الذي تفضل كامل الحق في تقديمه بخصوص الشخص، ولكن ما يترتب عنه من استنتاج الفكرة نعم هي التي تؤرقني في هذا الباب، حيث كأنكم تدعوننا إلى أن نولي أو نجعل زعماءنا هم الحكماء. لا 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 سيدي الفاضل، سيدي الفاضل، أنا أقول أننا نطرح على أنفسنا وعلى طلابنا وعلى أطفالنا صور مزيفة للبطولة بس، فإذا أردنا أن نتقدم فعلينا بناء العقل، وإلا كيف سنتقدم يعني؟ فبالتالي تكريس صورة السفاحين والقتلة عبر التاريخ واعتبارهم هم الأبطال يؤدي إلى تشوش في الحس الحضاري عند الأجيال المتتالية. نظري هو الخطير في كلامكم يا أستاذ، فأريد أن أنا في نظري أنه يجب أن نقدم لنا ولأطفالنا النموذج في أن من يبقى فوق هذه الأرض هم المجرمون، فالتاريخ أكد لنا أن الأمم وأن الحضارات وأن التي فرضت نفسها في التي قادت مشاريعها على الحضارة الأمريكية، الحضارة الأوروبية، الحضارة. يا سيدي الفاضل، المقدمة الخاطئة ستؤدي بك إلى نتيجة خاطئة. إحنا ذكرنا اثنين من السفاحين في كلامي عرضا أو محمود ابن سبك تكين الغزنوي قتل وعمل واغتصب الممالك البويهية وقتل في الهند وأورث مملكته دي لابنه مسعود، وسرعان ما جاء أتراك آخرون ودمروا كل مملكته، لم تستمر 50 سنة. الآخر صلاح الدين ده برضو قتل وعمل وكل ثروات مصر والشام سخرها لجلب مرتزقة عسكريين أو تربية مماليك، وقسم الدولة على إخوته وأبناء إخوته، وكان له ابن أخ تورانشاه وحفيد اسمه تورانشاه، عند تورانشاه وبعد حوالي 40 أو 50 سنة أطاح المماليك بالدولة الأيوبية كلها، وقتلوا تورانشاه الحفيد شر قتله، فهو لم يعمر، هو قتل وشرد
وذبح. في زمن محمود الغزنوي كانت الجارية من كثرة ما, 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 ما يسبي النساء تباع بثلاث وأربع دراهم، يعني أقل من ثمن علبة سجاير. خد بس حد يعني خلف منها وانكحها وخليها تخدمك ومش عارف وإيه، بس أكلها. إيه البؤس ده؟ وبعدين بيضع أبو الريحان البيروني في طابور وقتلهم فعلا. ده أدرسه ليه؟ وقلنا شاذ جنسيا بالاتفاق. ليه أعمله ده بطل وأنا عندي في نفس عصره أبو الريحان البيروني؟ وكثيرون لم يسمع أحد عنهم، مثل عبد الصمد بن عبد الصمد مثلا. يعني لا، في خطأ في التناول، وأنا ألفت الأنظار إلى تصحيحه بدون أي انحياز. تفضل يا أستاذ طارق. أستاذ يوسف، تابعتك ولكن بصفتي صحفي وليس الصفة الأخرى، وبالتالي أريد أن أسأل، إذا خرج كتبناها استهلينا محاضرتك بهذا الخبر الذي كتبته في بضعة أسطر، هل سأكون محقا أم مخطئا؟ أنت محق في كل الأحوال، أسمك في النيل، يعني جاينا بالسماء. تفضل. طيب، ما هو الخبر؟ ألقى الأستاذ والباحث يوسف زيدان بظلال من الشك بشأن هوية وأصول طارق بن زياد، مؤكدا أن الخطبة الشهيرة التي استهلها بعبارة العدو أمامكم والبحر من خلفكم لا علاقة لها بطارق بن زياد، فما رأيك؟ يعني في تطرق، أنا بقول أن طارق بن زياد يوضع للمحاضرة. طارق بن زياد وبعض الأمثلة الأخرى في التاريخ، يعني يوضع بين قوسين، فلا الخطبة، وبدليل إحراق مراكب ليست له، وبدليل الخطأ الاستراتيجي الفادح اللي هو قطع وسيلة الكر والفر عند اللزوم. إنما هناك من تتوفر معلومات ومصادر وتحتف بها قرائن كثيرة، مثل التي يعني ذكرتها في النصف الثاني من حديثي، واقتصرت عليهم طبعا، زي الغزناوي للحاكم بأمر الله. في أديب مغربي شهير بن سالم حميش، أنا قابلته مرة زمان في مكتب، وراجل أستاذ فلسفة هو أظن، راجل محترم، وكان وزير ثقافة، كان ما شاء الله عليكم، وغزير ما شاء الله عليه، وروائي ما شاء الله عليه، وأخد جائزة النقد للروائي ما شاء الله عليه. كتب رواية بقى عن الحاكم بأمر الله، فسمها إيه؟ مجنون الحكم. يعني أنا راضي ضميركم، ولد عنده 11 سنة وست شهور، أبو اللي هو العزيز بالله الفاطمي، القرامطة كانوا عايزين يقتحموا فالولد بقى أمين وبقى الخليفة، أخته بتساعده ست الملك، وبرجوان واحد من كبار رجال القصر يعني وزير ضده وبيحقره ومسميه الوزغة، عارفين الوزغة اللي هي البرص دي،
ويهينه دايما وهو قتله عموما بعد كده بعد ست أو سبع سنوات. إنما مش ده موضوعنا. ظل يحكم حتى اختفائه وهو في 35 من عمره. في فترة الربع قرن دي مصر محاطة بأخطار القرامطة، تونس ساحل أفريقيا مهدد بثورات القبائل، القاهرة يدب فيها الفساد حتى أن الشطار والعيارين اللي هم الناس يعني البلطجية معرفش بتقول عليهم ايه في المغرب، فتوات وكده ليهم اسم اكيد هنا، شمحتجية ايه شبكرية اللي انتوا عارفينهم دول. وصل الامر في زمن العزيز بالله انه كانوا بيدخلوا بيوت الفسطاط والعسكر والقطائع، طبعا القاهرة اتبنت بعد، فياخدوا النساء من بيوتهم ويغتصبوهم عند سفح المقطم يعني على اطراف البتاع، واحيانا يقتلها بعد الاغتصاب او يتركها. وكانت منطقة حلوان اللي هي القريبة من مصر القديمة او الفسطاط منطقة ليس فيها الا المجرمون، والجيش مفكك ما بين القبائل المغاربية اللي جمع الجد لواتا بقى وصنهاجة والجماعة، وبين الثقالبة اللي هم مماليك أوروبيين، وفي صراعات بينهم. ويستطيع هذا الولد أن يترك مصر والمنطقة إمبراطورية تمتد إلى جنوب العراق وإلى هذه المدينة طنجة، مستقرة هانئة بها بيت الحكمة. بيت الحكمة، تخيلوا الخليفة الفاطمي اللي بيقولوا عليه مجنون يبعت للناظر بتاع المكتبة، كان يسمى زمان قيم المكتبة، يقول له في عندك، بلغني ان في عندك كتاب كذا وده نادر او ما عنديش منه نسخة في القصر الكبير وانا عايز اقراه. فالرجل اللي بعت له يقول له يا مولاي حاضر يعني على عيني وراسي، بس الكتاب ده وقفية، واللي اوقفه على المكتبة شرط انه لا يخرج منها، فانا مش عارف اعمل ايه. فقال له ما تعملش حاجة، وبعت النجارين بتوع القصر عملوا ما يسمى دكة الحاكم، كانت موجودة لحد عصر صلاح الدين الأيوبي حرقها، عشان يروح كل يوم الخليفة اللي بيقول عليه مجنون عشان يقعد يقرأ في الكتاب وما يكسرش شرط الواقف، علشان الناس لا تحجم عن التبرع بالكتب ووقفها وكده، لو شافوا انهم مستهين بالموضوع. طيب ازاي نحاكم الحكام؟ حكمه من يوم ما مسك لحد ما ترك الدنيا مشيت ازاي؟ الاستقرار الاجتماعي، الامن، الاهتمام بالتعليم، بالفكر، بالفن. فاجد انه وطبعا في اخطاء، ما احنا ما قلناش انه الحكام ملائكة، هم بشر، لهما له وعليهم عليه، بس ايومه اكثر، ياخد كم من 10؟ نحطه فين؟ في قائمة العظماء أم الحقراء؟ الحاكم بأمر الله عندي من الحكام الذين استحقوا التقدير. هيقول له طب والقتل؟ كان سفاك للدم. أقول لهم والله صلاح الدين الأيوبي لما عايز يهدي الأحوال قتل في يوم واحد في القاهرة في حي المنصورة 50,000 امرأة وطفل. الحاكم بأمر الله قتل مين؟ قتل واحد كان بيحتكر الغلة القمح، وهو قال ان الاحتكار
في زمن الأوبئة عقوبته الإعدام، فأعدم، وبعد ما أعدمه باعوا البتاع وحطوا، فحسب ما روت كتب السنة مش الشيعة، فكان يعدي كده يومين وشايف زكايب كده، في اليوم الثالث قال إيه الزكايب اللي بتحطها لنا في السكة دي؟ قالوا يا مولاني فلوس بعنا القمح بتاع الراجل. قال لهم وهل قتلته على مال؟ ادوه لعياله، ده ميراثهم، ده مجنون. والتاني اللي بيقتل ابن سيده نور الدين محمود ويتجوز مراته ويمكر بالخليفة الفاطمي وياخد كل عيل عنده 19 سنة ومات عنده 21 سنة، كل حتى آخر حصان كان عنده خده، ولما قالوا له ده سم نفسه ولا مات ولا بتاع، قعد هو صلاح الدين يضحك ويقول طب ما كناش بقى خدنا الحصان ايه ده، والناس زعلانة مني عشان انا بقول كده، عشان ينتبهوا انه هذا التاريخ الدموي صنعه حقراء، ولكن هناك تاريخ منير في سماء الإنسانية، بدأ بقى من الكندي والفارابي والرازي أبو بكر وابن سينا و و و و هم دول اللي جعلوا مننا مشاركين في حضارة الإنسانية، مش القتلة دول بس. اللي أنا مندهش له إن أنا شايف اللي بقوله ده بديهي جدا، بس التراكمات والترسبات الشعورية والوجدانية اللي تلقيناها من واحنا صغيرين بتعوق دون الإدراك ده. ما احنا أول ما بنقول صلاح الدين الأيوبي بيجي في ذهننا أحمد مظهر على طول. واحد قابلني في الشارع في مصر، مش أنت اللي قلت في التلفزيون من كام يوم على صلاح الدين الأيوبي كذا كذا؟ قلت له هو أنا ولا واحد شبهي؟ بص كده قال مش عارف بس متهيألي أنت. قلت له آه أنا. قال له إزاي تقول عليه كده؟ قلت له مين؟ أنا ما كنتش بتكلم عن أحمد مظهر. قال لي لا صلاح الدين. قلت له أنت تعرف إن صلاح الدين الأيوبي كان أعرج؟ قال لي لا. قلت له طيب هو كان أعرج. الراجل راح عمل كده ارتبك. الصورة الذهنية الكاذبة المشوشة المخدوعة ظلت تدور ان قطز وبرس الابطال صدوا المغول، كذب مش صحيح. فلازم نعرف ما هو معنى البطولة، ولازم نعرف من هم الذين اضاءوا سماءنا وسماء الانسانية وجعلونا جديرين بان نشارك في صناعة حضارة الانسان، مش القتلة والسفاحين، العلماء، الحكماء، المفكرين، بس كده. مساء الخير، اولا شكرا للاصدقاء، نقف اوكي، شكرا للاصدقاء في مهرجان تويزا على الوجبه الفكريه الدسمه، خصوصا مع المحترم المقتدر الدكتور يوسف زيدان، شجاع قليل في العالم العربي وفي المجتمع ديالنا اللي عنده هذه الجرأة أنه يحرك هذه المياه، لأن هذه مصيبة. قبل قليل كنت تتكلم على الحاكم بأمر الله الفاطمي وقصة الرواية المشهورة. الرواية قرأتها مرتين ولا ثلاثة، وكانت هي رواية جميلة من حيث رواية جميلة، ولكن كل فصل في الرواية كان كيبتديها يستند إلى مؤرخ من المؤرخين الكبار ابن الكثير إلى آخره، نصوص تاريخية. اليوم أنا متفق تماماً، ممكنش نتحدث على شيء نهضة ولا شيء تغيير بلا الرجوع لإعادة كتابة التاريخ وفهمه وإعادة كتابته. ولكن في رأيك هل يكفي الاعتماد على المخطوطات وعلى المؤرخين؟ اليوم ما كاينش حاجة سميتها الأركيولوجيا. إحنا عشنا ونعيش وسنستمر في هذه السردية التاريخية العجيبة السوريانية المتناقضة أحياناً، هاد الخرافات والأساطير اللي خلقوا تخلف حقيقي.
اليوم متفقين تماما، ولكن هل يكفي المخطوطات والمؤرخين أم يتم اعتماد، خصوصا أن الأركيولوجيا تبتت بعض الوقائع كانت مزيفة في التاريخ بالدليل وبالحجة وبالتحليل. شكرا. طيب بخصوص الحاكم بأمر الله تحديدا، أوفى مصدر تاريخي عنه هو كتاب يقال أنه كان من 40 جزء، ولكنه للأسف فقد في همجية الأيوبيين وصلاح الدين، هو كتاب المسبحي، إلا الجزء 13 منه هو اللي نفد يعني انسرب. وظل الحاكم بأمر الله عرضة للحط من شأنه على يد مؤرخي السنة، حتى جاء رجل فاضل اسمه تقي الدين المقريزي، هو التلميذ المباشر لابن خلدون، وأول من طبق القاعدة الخلدونية التي لم يطبقها ابن خلدون نفسه في تاريخه، وهي إعمال العقل في الخبر، وكتب لنا إتحاف الحنفة بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، وعرض بعد حوالي 300 سنة 350 سنة للدولة الفاطمية عرضا موضوعيا. فعندما نأخذ من المقريزي، لأنه دقق وبيذكر الروايات ويرجح ويعمل العقل في الخبر وفقا للمنهج الخلدوني. فهذا إنما لو أردنا أو لو استمعنا كما يسمع الأعداء، ما هنلاقي المؤرخين اللي هو اقتبس منهم دول، وكان مجنونا وكان مهووسا وكان. النتيجة إيه؟ النتيجة إنه برغم أخطائه وما له وما عليه والحجة اللي هي إنه ترك مملكة قوية ورثها ابنه من بعده وهو متسلمها متشظية. يبقى إذن ده يوضع في خانة الأفاضل من الحكام، وكثير غيره. كل الناس معتقدة أن قطزوبي بارس طهروا البلاد من الصليبيين والمغرب، ده غير صحيح. اللي عمل كده بيبارس وعقبه قلاوون، وقلاوون كان يعني مجرم شوية بس أفضلهم فعلا، كان عايز يعمل دولة. واللي يقرأ تاريخه بتدقيق المنصور قلاوون هيجد في فضل كبير عند هذا الرجل. صحيح أنه هو اشترك في قتل توران شاه بالشكل البشع ده اللي هو سيده يعني، وصحيح أنه هو نكل عيال بيبرس وخلص عليهم عشان يحكم هو، بس كمان هو اللي عمل البيمارستان المنصوري اللي موجود لحد دلوقتي، مرسل يعني مستشفى اسمه لحد دلوقتي مستشفى قلاوون للرمض في القاهرة، لسه مفتوح 800 سنة وهو شغال. وابنه الناصر محمد بن قلاوون هو اللي عمل مجموعة المدارس والمساجد اللي في شارع المعز في القاهرة دي، فهذا له فضل طبعا. فالمحصلة النهائية لتقييمه والحكم عليه إيجابية. إنما لما تقول لي أصل واحد خرج لحد السند وقتل مش عارف إيه ونهب مش عارف إيه، طب وده نتيجته إيه؟ ولا حاجة. لا أقام دولة تستقر وتستمر من بعده، ولا ترك أنموذج للحكم يقتضى به، ولا ترك فكرة جيدة يعني لتنير الطريق أمام من يأتوا بعده، فإزاي عايزني أقدره؟ بس تفضل يا أستاذ العزيز زيدان. سلام الله عليك. عليك السلام عزيزي زيدان. ألا ترى معي أن هناك فروقا بين حكام المغرب وعلمائه وصوفيته، وفرق بين حكام المشرق وحكمائه،
وهنا أعطي بعض الأمثلة أو بعض الإشارات وأنت سيد العارفين. إذا ما أخذنا بعض الأمثلة في تاريخ المغرب نجد أن العلاقة بين الحكام وبين النخب آنذاك اللي هما رجال التصوف أو العلماء كان يشوبها بعض الحذر وبعض الابتعاد من السلطان. فأعطيك مثالاً، مثلاً ابن الأمان وهو رجل تصوف كان في عهد بداية حكم الموحدين، ورد هذا الخبر في كتاب التشوف إلى رجال التصوف. عندما كان ابن الأمان يحتضر يعني في فراش الموت استدعى ابنه وقال له: يا بني، كانت لي أحوال فقدتها من يوم لقائي بالسلطان وحديثي معه، فإياك أن تقرب الناس. أيضا هناك إشارة أخرى وردت في القرن السادس عشر. القسطلي وهو رجل تصوف كان قد دعاه عبد الله الغالب وهو سلطان سعدي، دعاه إلى قصره وصنع له طعاما ودعاه إلى ذلك الطعام، لكنه رفض أن يأكل الطعام في حضرة السلطان، ولم يصدر من السلطان شيء تجاه القسطلي. لما انصرف القسطلي قال له أحد من حاشية السلطان: يا رجل، دعاك السلطان إلى داره وصنع لك طعاما ولم تأكل. فقال له القسطلي: من جالس السلطان أظلم قلبه 40 يوما، ومن أكل طعامه مات قلبه 40 سنة، ولم يصدر من السلطان شيء ضد القسطلي. وبناء على ذلك سأكمل. لا نعم. إذن السؤال الذي أريد أن أصل له في النهاية، هناك اختلاف أو فروق بين، أنا فقط أطرح سؤال: ألا ترى أن هناك فروقا بين سلوك السلاطين ومواقف العلماء هنا في المغرب مقارنة بما كان يحدث في المشرق، خاصة لا أجد فرقا. وما ذكرت، أنت ذكرت قصتين وأحلت الأولى إلى كتاب أبو بكر الكلبازي التشوف لمذهب أهل التصوف، وأشك أن تكون القصة هذه قد وردت فيه. لا، التشوف إلى بني التصوف لابن زياد التاتي. طيب، في مقابل هاتين القصتين يعني أذكرك بأشهر قصة عن عمر بن الفارض. ما مشرقي هو مصري. كان الملك الكامل الأيوبي في مجلسه يتناقش مع الحاضرين عن أصعب القوافي العربية، فاجتمع رأي الحاضرين على إنها الياء الساكنة، يعني صعب جدا كتابة أشعار من الياء الساكنة. فواحد بيقول منهم: أنا أعرف منها ما أعرفش إلا بيتين ويذكرهم. واحد يقول: لا، في حد قال 3 أبيات. وبعدين واحد منهم قال: لا، ده في قصيدة كتبها واحد شاعر قاعد في المقطم هنا قريب يعني من القلعة، 16 بيت. فالملك قال له: حافظها؟ قال له: آه. قال له: طب قولها لي كده. فأنشدوا القصيدة، قصيدة جميلة قوي: سائق الأزعان يطوي البيضتي منعما عرج على كثبان الطي، وبذات الشيح عني إن مررت بحي من عريب الجزع حي، وتلطف واجري ذكري عندهم علهم ينظروا عطفا إلي. قل: تركت الصب فيكم شبحا ما له مما براه الشوق في ظل، يعني عجبا في الحرب أدعى باسلا ولها مستبسلا في الحب كي يعني جبان. هل رأيتم أو سمعتم أن أسدا صاده لحظ مهات أو زبي؟ سهم شهم القوم أشوى
يعني راح لبعيد كده. وشوى سهم ألحاظكم أحشايا شيء. فاتبسط قوي من الأبيات دي وقال هاتولنا الراجل ده. فقالوا له ده ما المتصوفة دول ما بيروحوش لحد. فقال طب يلا نروح له احنا. فبعض الناس طبعا الحرس بقى والروح والتأمين والبتاع راحوا قالوا لابن الفارد، قال الملك جاي هنا، راح نازل من الناحية الثانية من الجبل وراح اعتكف في اسكندرية في المنارة مع الصوفية عدة سنوات لحد ما نساه الملك. ليه؟ عشان ما يقابلوش. مش هو ده اللي انت حكيته؟ طيب ابن عربي ما كتبش للملك الكامل الأيوبي لما تقاعس عن قتال الصليبيين وحارب قرايبه في الرسالة المشهورة منشورة إنك رجل دنيء الهمة فإما أن تقاتلهم أو نقاتلك. مش تصوف برضو؟ طيب يبقى المسألة واحدة. لا هو نفس الشيء. خلاص خلصت الأسئلة؟ أتفضلي. مساء الخير أستاذ يوسف. سؤال نعم يا سيدي حتى ساعة تفضلي. مساء الخير أستاذ يوسف. تحدثتم عن الحكام والحكماء في الأزمنة الغابرة لكن لم تتحدثوا على الحكماء المعاصرين. هل هذا يعني أنه لا يوجد حكام وحكماء معاصرين؟ لا، الحاكم لابد أن يقيم بعد فترة حكمه، لأنه مثلا ممكن أنت يكون عندك حاكم دلوقتي فارض مثلا ضرائب كتيرة مش عارف عشان بيعمل إصلاح إداري، فما أقدرش أثناء ما هو بيعمل أصدر أحكام عليها، يبقى تسرع. والحكيم لم نرى بعد عمق أثره في الـ في الـ فبالتالي يعني. إنما طبعا لا يخلو الأمر حتى في سلوكي الشخصي يعني من بعض، يعني أنا بعمل كده في مصر، طب مش عامل كده في المغرب، ما أعرفش أنا الدنيا ماشية هنا إزاي، بس لما بشوف حاجة مش مظبوطة في الحكم أو في البتاع أو بشوف شخصية تستحق بكتب إشارات، بس ده مش حكم، ده بيبقى تقييم لوقائع أو تفاصيل معينة. إنما في المجمل لا نستطيع أن نحكم بحياد إلا بعد انتهاء التجربة. تحية للحضور الكريم، تحية للأستاذ اللي شرف مدينة طنجة وشرف المغرب بأكمله. طبيعة الشخص يعني ذو كفاءة عالية، خاصة أنه كينقب في بعض يعني الحقب التاريخية اللي كنا كنشوفوها بأنها مقدسة، وإذا بها أن هذه الحقب التاريخية تحتاج إلى دراسة من جديد، لأن كما كيقولوا التاريخ يجرح والأسطورة تداوي، بمعنى أنه الكثير من الحقاب كنا نقدسها ونعتبرها يعني حاسمة، وإذا بها هي مجرد أساطير زرعت في أذهاننا كما وقع لنا ونحن أطفال حينما تم برمجة تاريخ المغرب من طرف عباس الجراري على أن أهل المغرب البرابرة أتوا من الحبشة واليمن، والقصة معروفة. كذلك قيمة التاريخ كما يقول رسول حمزة توف، يقول الذي يقذف الماضي بالبندقية يرميه المستقبل بالمدفع، بمعنى أنه إلى ما وصلناش نديروا قراءة جادة وحقيقية ومجردة من يعني لحوم الخلفيات، خاصة الخلفية الدينية، الخلفية الدينية متحكمة. أشرت أيضا إلى مسألة ديال الجابري وحسن حنفي. حسن حنفي كان عنده هذاك الهم ديال ما يسمى باليسار الإسلامي، وهي في الحقيقة وهم لا وجود، لأن يستحيل أن نربطه إيديولوجيا بتيار ديني أو بقناعة دينية. إيديولوجيا هي إيديولوجيا. ومرة أخرى أحيي الأستاذ الكبير على الزيارة. شكرا. شكرا. أوكي.
حاضر حاضر. الأستاذة ورا اهي، في أستاذة رفع عليها ورا اهي. يا طارق، سي طارق لا بأس عليك، في لبسة أبيض ورا هنا رفعت إيديها. نعم، لا هي لبسة أبيض فواضحة يعني. السلام عليكم. وبعدين شعرها اسود طبعا، ما نصب الرجاله حاجه غريبه جدا. تفضلي. السلام عليكم. سلام عليكم. انا منذ دخولي لهذه المحاضره، يا جماعه لو سمحتوا، منذ دخولي لهذه المحاضره وانا اسمعك تتحدث عن ظلم الحكماء في استمرار للعصر القديم والعصر الوسيط، ولكن لم تتحدث أبدا عن العصر الحديث الذي نعيشه نحن الآن. يا سيدتي الفاضلة، أنا أضع قواعد فكرية. نعم، أنا لم أكمل سؤالي بعد. ما بس عشان أوضح لك النقطة دي قبل ما تبني عليها شيء ما يكونش دقيق، إنه ضربت أمثلة، فأنت تاخدي يعني ما تتعلقيش بالمثال، مش موضوعنا. أنا أخرت الاستشهادات لما بعد صياغة الفكرة وضربت أمثلة بناس قدماء معروفين، إنما عممي نفس الشيء بقى القذافي وصدام هتلاقي نفس الشيء. ولكن عندما ننتقد حكام ونأخذ مثال من كل عصر، يجب أن نأخذ أيضا مثال من العصر الحديث، عصرنا نحن يعني. طيب أنا قلت لك القاعدة تنطبق في أي عصر، إنما لو كان الحاكم أو المدير أو الإمبراطور أو الملك أو الرئيس أو حال حكمه يصعب الحكم، يعني لا أستطيع فكريا أن أصدر حكم موضوعي عليه إلا بعد انتهاء تجربته. ثم إنه أنا كيف سأحكم على المعاصر إن لم يكن لدي منهج أصلاً ووضوح رؤية فيما يتعلق بالتاريخ؟ يعني كيف سأرى الحاضر إذا كنت في حالة عمى عن الماضي؟ ولكن من 2014 سنة إلى 2023 سنة ألم تتأخذ الرؤية؟ ما أنا بقول لك أنا ضربت أمثلة واضحة، ولكن يعني فقط في هذه النقطة ضربت أمثلة واضحة من التاريخ علشان تكون نموذج. أنا لم أقم بمحاكمة، أنا كنت أضرب أمثلة لكيفية الاستناد إلى مسوغات للحكم. هذه المسوغات طبقيها على أي حاكم انتهت فترة حكمه ولو الشهر الماضي، وانظري كيف يعني سنجور مثلا رجل عظيم، الرجل بتاع السودان سوار الذهب رجل عظيم بالمقياس السياسي مثلا. إنما هتقولي لي بقى أصل حميدتي والبرهان، أقول لك استني لما الويلات تخلص. بس لو طبقتي ده على جعفر النميري أول امبارح أهو بالنسبة للتاريخ يعني، والبتاع ويجيب الرجل الإسلامي ده كان اسمه إيه الترابي ويبكش ويعمل وضيع الدنيا وضيع السودان وعمل تضخم، والتاني اللي قبل البرهان ده كان اسمه إيه البشير، عقوبات دولية وتجويع للسودانيين و ما هو طبقي ده بقى على أي حاجة أنت عايزاها. شكرا. طيب. مساء الخير استاذ يوسف زيدان. نعم. ما شفناك ببغداد، شفناك بطنجة. ما شفناك فين؟ بغداد. ليه يا أخي؟ ما أنا كنت في بغداد. أي بس أنا ما شفتك. طيب أنا تقصير مني أنا ده.
طبعا الشكر موصول لكل المغرب حقيقة على حفاوة الاستقبال والتسهيلات وكل شيء. بالواقع أنا عندي مجموعة من الأسئلة بس راح اختصرها بسؤال واحد احتراما للزمن وللوقت وللحاضرين. طبعا احنا نتناول شخصيات تاريخية ساهمت بشكل كبير في صياغة المشهد الثقافي في تلك الفترة، ولكن لا زال هذا المشهد لم ينتج إلى هذه اللحظات شخصيات مثل ابن سينا ومثل الفارابي ومثل ابن رشد والآخرين. طبعا لازلنا نردد هذه الأسماء الكبيرة بلا شك إلى ما تعزو هذه الفجوة أستاذ يوسف زيدان، في أن الحاضر ما استطاع أو هناك قطيعة بين ذلك الزمن وهذا الزمن في عدم قدرته على الإنتاج مرة أخرى. لا أنا مش موافق. ليش؟ على كلامك. ليش؟ أي. بالعراق. لأنه أنت بتقول ابن سينا والفارابي وليه الوقع دلوقتي ما فيش؟ لا في مجد يعقوب. طيب. هو مجد يعقوب يقل عن ابن سينا في حاجة؟ زها حديد تقل حاجة عن ابن البناء المراكشي أو ابن الهيثم؟ إيه بس هذول أغلبهم. طب ما الواقع بيدي هو، بس إحنا اللي مقصرين أو لدينا قصور في وضوح النظرة إلى أولئك وهؤلاء، إنما الواقع بيعطي. ماله؟ طيب إذا كانت انتهت الأسئلة فأنا شاكر ليكوا جدا. في لسه أسئلة؟ سؤالين ثلاثة مش مشكلة. ماله الأستاذ الوسيم ده ما زعلان ليه؟ معلش معلش. لا لا اتفضل معاك. حتى موقف عشان نشوفه. القانا مشت لي والله. لا لا اهدى كده وقول اللي أنت عايزه. بداية أنت ممثل؟ لا وسيم. لو عرفتني بداية مرحبا بك في طنجة. أهلا بك. هذا نهار كبير كيف ما كنقوله. لو عرفتني أنا جابر زوج مريم الذي أتحدث معك كثيرا في الفيسبوك. بداية ودائما أقول لها سلامي إليكما. تماما. بداية من باب اللباقة يعني أظن على أنه أراك تعبت من كثرة الأسئلة الجدية فيجب أن يعني سؤال مرح يعني؟ يعني لا مش هتتكلم عن الستات؟ أصل كان عندنا صديق كده زمان كنا بقى مجتمع فلسفي كده في اسكندرية شباب ونقعد بقى وبتاع وهيجل ومش عارف هو بقى آخر ما يمتلئ بس نتكلم في الستات. في الحقيقة الناس أنت تعرف ولكن الناس يجب أن يعرفوا على أنك أنت السبب يعني بين الأسباب الرئيسية بعد حسن الفض يعني كممثل أن أنت تزوجت يعني أن عرفت مريم. طب كويس. يعني نتيجة قراءتي لكتاب فقه الحب وكذلك فقه العشق. جميل. ولكنك لم تطرح لي حد الآن فقه الهويام للأسف. فقه؟ الهويام. موجود موجود بس هو عشان صدق مؤخرا وبيخلص بسرعة معلش. ربما. في الحقيقة أنا سمعت بعض الأسئلة ولكن أجبت عليها فيما يخص ابن رشد، ولكن أجبت يعني لو كان السيد رأى الحلقة التي كانت في رحيق الكتب مع هذا لكان يعني عرف الإجابة دون معلش دون السؤال. كذلك فيما يخص قضية صلاح الدين الأيوبي. نعم. أنا أستغرب في الحقيقة الناس التي تزعم على أنها تتبعك منذ زمان إلى آخره، مع أنك أصلاً ذكرت هذا في مقابلة سابقة في لا محاضرة عن الاستشراق. كنت لازلت شاباً ولكن كنت شاباً يعني. يعني في العصور الصحيقة. لا مش العصور الصحيقة ولكن قلت يعني. لم تقل يعني رأيك فيه صراحا ولكن قلته يعني قلت فقط على أن لدي موقف من صلاح الدين الأيوبي. نعم. وكذلك فيما بعد قرأت أنك قلتها في مقالات. نعم.
ولكن الناس لا تقرأ. ومتى أعلنته؟ لما وجدت الناس في بلادنا، أصل أنت هنا في المغرب لك سياق مختلف، أنت عندك نظام ملكي مستقر من أيام الحسن الثاني إلى جلالة الملك الحالي. ما في البلاد المشرقية العراق وسوريا ومصر واليمن والسودان تقافز في 70 سنة الماضية. الشويش بتاع اليمن ده كان اسمه ايه؟ علي عبد الله صالح ده، ما والقذافي بقى فدول دعموا قوي فكرة المخلص العسكري، وهم دول اللي روجوا للفيلم بقى والانفاق عليه. فلما لقيت بعد الثورة الناس، بعد ثورة 2011، الناس في مصر عمالة تستعيد صورة المخلص، وعلى القدس رايحين شهداء بالملايين وجيش صلاح الدين وسرايا صلاح الدين بتاع داعش، وقلت لهم لا بقى استنوا نقول لكم القصة. فكان الإعلان أو التفصيل أنا ذكرت ده من سنوات، إنما لم يكن هناك داع لطرحه وإزعاج الناس به إلا عندما وجدت الأمر عند حواف الخطر. فهنا كان يعني نوع من استقراء الواقع والتحذير الصريح لما يمكن أن ينتهي إليه، وإلا ستعاد الكرة من تاني. تفضل. بالنسبة للسؤال الذي أردت أن أطرحه، يعني شيء يذكر، كانت السيدة الجميلة التي تحدثت قبل قليل عن الحكام العصر الحالي كذا، وحقيقة قد نتفق جميعا ونختلف مع الحكام ونعرف أخطائهم جميعا، لا داعي على أن نقولها، ولكن أصبر علي يا أخي كنحس بالستريس. نعم. بالنسبة للقضية التي أردت أن أقول، مثلا كمثال جمال عبد الناصر حين كانت هزيمة 67، رأينا كيف هو يعني ذهب لهذا، ولكن الشعب الذي تمسك به، هنا يجب أن نضع علامة استفهام كبيرة. لا هو لا علامة استفهام ولا حاجة، هو تم محو من المنح النفسي فقط. لا دكتور محو. حتى أكمل لأنه يا سيدي أصبر عليه بس عشان كلامه مهم. تم محو قدرة الجماعة على التفكير فاستلبت. تمام. وأنا تاني زي ما قلت للأستاذة اللي لابسة أبيض هناك ورا، جميلة، إنه أنا أديت المبدأ وبعض الشواهد التطبيقية، إنما أنت تستطيع بقى لحالك يعني أو يعني منفردا إن أنت تطبق وتنتهي إلى ما تنتهي إليه، بس المهم يكون عندك القدرة على الحكم والتفكير النقدي والمعرفة علشان تستفيد من الخبرات السابقة ولا تكرر أو لا نكرر الأخطاء ونقع مجددا في شرق الخدعة. طب إيه سؤالك؟ بقول سؤالك في عبارة واحدة. تماما. السؤال الأخير، أنت كدكتور يوسف زيدان، نعم، دائما تقول على أنه في المادة الدراسية يجب علينا أن لا نقدم المجرمين والحكام الفاسدين. نعم. متفق معك مليار في المية. السؤال، لو كان أنت في يدك الحل والعقد، ما هم، اعطيني 5 علماء مفكرين تجد على أنه ضروري يجب أن يكون هناك في الابتدائي والإعدادي والثانوي يدرسون. أعرف إجابتك ستقول لي 50. معك ورقة تكتب؟ لا، 5 أريد 5 فقط. شكرا. سؤال الأخير نكملون. وإيه علاقة ده؟ سؤال الأخير أقول له بس يقرروا إيه في المدارس؟ يقرروا الكندي، لأنه كتب الموسيقى الكبير وكتب آراء أهل المدينة الفاضلة، ده الفارابي، الكندي والفارابي والرازي وابن سينا والبيروني وابن النفيس وابن البناء المراكشي والمناطقة كلهم وجابر بن حيان ونصير الدين الطوسي لا، سلسلة لا تنتهي. دي إضاءات مليئة
التاريخ مليان، احنا اللي بنغفلها. تفضل. شكرا. مرحبا بك في طنجة، مرحبا بك في المغرب مرة أخرى، وتحياتي أيضا للمنظمين والساهرين على مشروع تويزا، مهرجان تويزا، وأيضا للحضور الكريم، الحضور المتميز، والأسئلة طبعا اللي كانت في المستوى. فقط أريد التعقيب على واحد الحاكم بأمر الله، أن من بين الأشياء التي تغفل أيضا في تاريخ الحاكم بأمر الله أنه كان أول من رعى مشروع السد على النيل، فهمتني؟ كان هو الأول في نفس المنطقة اللي تقامت فيها الآن السد العالي، كان هو الأول اللي رعى، أعتقد أنه بن الهيتم، بن الهيتم كان أخذ المشروع، ونظرا لقلة الإمكانات. اللي بيقول عليه مجنون ده قاعد في المكتبة بتاعته، فأرى كتاب لابن الهيثم اللي كان معاصر له، يعني بيقرأ الحاجات اللي بتصدرها دور النشر في وقته، كتاب عن بناء المساكن والتحميل والأعمدة والكلام، ما مهندس. ففي وسط الكلام ابن الهيثم ختم فصل من الفصول بقوله: ولو كنت في مصر لصنعت على نيلها عملا يحدث به الخير في الزمن القادم. قال ايه ده الرجل ده؟ رجل قالوا له ده يعني ادعى الجنون في البصرة وبتاع عشان يخلص من بيتهموه في دينه يعني. قال لهم لا لا، ابعتوا له يجي مصر. وبعت له بقى الحاجات المراسيل يعني، فوافق الحسن بن الهيثم وقدم الى مصر. فخرج الحاكم بامر الله لاستقباله في صحراء خارج السور، يعني طلع من العاصمة بتاعته، يعني تخيلوا، من غير ما تتخيلوا، مش محتاجة خيال، يعني انه حاكم خليفة فاطمي وشاف انه من آل البيت وهو يملك الجيش والبتاع، بس الحسن بن الهيثم الضئيل الضعيف العالم ده جاي، فيخرج لاستقباله خارج السور ويديله الإمكانيات المطلوبة. إنما كان في مشكلة أنا اكتشفتها وذكرتها في رواية حاكم، ومعرفش إزاي غفل عنها المؤرخين، يعني إن في الوقت ده المنطقة بتاعت الشلال دي، يعني حيث بني السد العالي الحالي، كانت منطقة قبائل نوبية غير مسلمة، وكانوا يسموا رماة الحدق، وفي أطرافهم جماعة اسمهم البجة، وثنيين. فكونوا يعمل سد هيغرق بلادهم بس كده، فتم يعني كان في استحالة للتنفيذ في المنطقة هذه. في كتبنا بقى أو بعض المؤرخين قال لك إنما ابن الهيثم أول ما راح الصعيد وشاف الآثار الفرعونية انبهر، قال طب لما السد ده ينفع؟ كانوا عملوه القدماء. تفكير ابن الهيثم اللي قريت لكم منه العبارة قبل قليل لا يسير على هذا المنوال، هو ذهب فعلا وحاول، إنما كان في استحالة سياسية. تفضل. خاصية أخرى هو أن ابن الهيثم في تحت الحكم ديال الحاكم بأمر الله أعاد إنتاج لو تيوغام دو بيتاغور، بمعنى أعاد الضوء لخاصية بيتاغور. وللتذكير فقط أن خاصية بيتاغور هي من أصل مصري، وكانوا الناس المصريين القدماء يقيسون المساحات ديال الأراضي ديالهم
بس حتى لا تضيع بعد الفيضان ديال السد. هذه وحدة. ثانيا يعتبر بين قوسين الحاكم بأمر الله أيضا ربما أول واحد نبش في الاركيولوجي في الايجيبتولوجي في الايجيبتولوجي, بمعنى أنه هو أول واحد اللي مشى للأهرام وحاول يختلي وينقب على واحد المجموعة ديال المخلفات ديال هادشي ما كنهضروش فيه على إنما اللي كان ما كان في عصر الرواية التي قدمها الأستاذ. لا سيدي الفاضل, احنا لا نناقش رواية او عمل ادبي, احنا بنضرب أمثلة للأحكام الخاطئة وكيف ينبغي علينا ان ندقق لنصدر حكما عادلا يسهم في تشكيل وعي متطور نقدي نستطيع استنادا إليه أن نحكم فلا نكرر في المستقبل أخطاء الماضي. بصرف النظر عن الأمثلة, لأنه إحنا برضو من عيوب ثقافتنا المعاصرة العربية إن الناس تترك الموضوع وتتعلق بالشواهد والأمثلة والمناقشات اللي هي لا دخل لها بصلب القضية. أنا صلب القضية عندي تربية النزعة النقدية لتخليق القدرة على الحكم على الحكام والحكماء. بس في الأخير سأعود إلى عنوان عنوان المشروع ديال المهرجان, هو في الحاجة إلى مشروع ثقافي بديل. أعتقد أن الآن والآن نحن أكثر استنارة بما يقدمه على مر سنوات الأستاذ بجرأة, وحييك عليها بشجاعة أيضا, أننا في حاجة إلى مشاريع ثقافية. نعم. ومشاريع فكرية كبرى. نعم. مصاحبة لها التطور. شكرا لكم جميعا من جديد. شكرا شكرا لكم. شكرا جزيلا دكتور يوسف زيدان. أنا متشكر فعلا يعني. وشكرا للقاعة على هذا التفاعل الرائع جدا, ولكم أن تستمتعوا قليلا بحفل شاي يوجد في هذه الخانة, وبعدها فرجة ممتعة.